جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. مساء الخير على حضراتكم، على عشاء الكيان، اهلا بيكم. ودي حلقه جديده في البيت الكبير. حلقه النهارده يمكن افتكر حلقه مهمه، لان عندنا كثير من النقاط اللي هنتوقف عندها، وفي حقائق لازم ان احنا يعني في وقت من الاوقات صحيح ما بنردش على كل اللي بيقال، لكن في احيانا لازم تكون واقفه. هنا ان شاء الله هيكون لينا واقفه في بعض النقاط المهمه جدا والاخبار الكاذبه. وهنا يا جماعه عايزين ناكد مره واثنين وعشرة اننا دايما في البيت الكبير هنا او قناه النادي الاهلي بشكل عام هي السيف والدرع للنادي الاهلي، وكل اللي بينتمي لما هو اهلاوي، لكل اللي بينتمي للقلعه الحمراء. انا بس في الاول عايزه اعرف حضراتكم بضيوف حلقتنا النهارده اللي هيشرفونا. احنا معانا النهارده الاستاذ محمود صبري، رئيس تحرير او مدير تحرير جريده الاهرام، وفي الفقره الثانيه مشرفنا اثنين من النجوم الكبار، نجوم النادي الاهلي، كابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش، بيعملوا ديو جامد جدا. وطبعا قبل ما ندخل في التفاصيل عايز ارحب بزميلي العزيز كابتن هاني رمزي. مساء الخير يا سام، اهلا بيكي واهلا بكل عشاق النادي الاهلي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. النهارده الحقيقه يعني الواحد بيقضي اوقات سعيده معاكم، يعني ان شاء الله باذن الله تكون حلقه موفقه وتنول اعجاب حضراتكم دايما. لكن في الحقيقه الواحد برضه بيخلي يعني اتكلمنا على مواضيع كتيره جدا، وكل ما بيكون في بطوله للنادي الاهلي او الاهلي بيمر بايام استعداد لبطوله كبيره جدا جدا، بنلاقي محاولات من البعض لاثاره الاشاعات واثاره الاكاذيب بمعنى اصح، وعايز كمان يبقى في نوع من انواع التشويش على لاعبتنا وعلى جهازنا الفني قبل مباراه مهمه جدا جدا، وعارفين قد ايه هذه المباراه تمثل حلم للجماهير وايضا حلم للعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره، وكلنا بنحلم بهذه البطوله. فعشان كده يعني بنخلي الناس زي ما قالت سهام، احنا مش هنرد بالشكل المباشر على كل حاجه بتطلع تتقال، لكن لما الامور بتزيد عن حدها لا بنقف وقفه وبنتكلم وبنصارح حضراتكم، ودايما بنقول لكم الحقيقه، ودايما بنتكلم بعقلانيه وباحترافيه ونوع من انواع الاحترام والالتزام كمان للكرسي اللي احنا قاعدين عليه، لان دوت منبر كبير جدا وما يخص كيان كبير زي النادي الاهلي. عندنا يعني ملفات وهنناقشها مع سهام، الاشاعات الكتيره والكلام اللي بيطلع سهام على النادي الاهلي واللعيبه، اصل ده ماشي، اصل ده عنده كورونا، اصل الموضوع، اصل القصه، وكلها الواحد بيقرا الحاجات ديت وفعلا بيبقى بيضحك من جواه. لكن في نفس الوقت لازم ننبه جماهيرنا ولازم نقول، وقلنا الكلام دوت، عايزين نبقى سبورت للاعبتنا، بندافع على الكيان النادي الاهلي ولكن بهدوء، لان احنا سبيلنا الوحيد ان شاء الله للفوز بالبطوله والفوز بالمباراه ان شاء الله هو التركيز والهدوء. التركيز اللي بيضحكني ان مفيش حرفنه، حتى لما بتيجي تكتب النهارده خبر كاذب ما بتبقاش يعني حرفي حتى في كتابته. عندك حق، ما بتتعلمش ان انت ازاي تكون حتى بروفيشنال في هذا الموضوع. فبركة للاسف يعني حتى الاخبار من شكلها كده وصياغتها ومضمونها عمرك ما تصدقها. يمكن الخبر الاول اللي معايا النهارده في البيت الكبير وحابين فعلا او قاصدين ان احنا نبدا بيه، وعلى انه ليه بقى؟ من المفترض ان انت لما تتكلم عن موقع محترم زي الموقع ده، موقع الفجر، فانت بتتكلم على واحده من المواقع المحترمه، ده المفروض يعني. والنهارده الضرب والاخبار الكاذبه كانت عن موسيماني الحقيقه المدير الفني للنادي الاهلي. انا هقرا لحضراتكم الخبر وانتم بنفسكم اللي تحكموا او انتم اللي تاخدوا بالكم انه خبر عاري مبدئيا من الصحه. وده المحزن، ان الناس حتى مش عارفه تكتب خبر كاذب زي ما قلت. الخبر بيقول ايه بقى؟ نقول لكم عنوانه الاول: عرض اماراتي مفاجاه لموسيماني للرحيل عن الاهلي. الخبر ده في طياته او في سطوره بيقول: في مفاجاه من العيار الثقيل تلقى الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي عرضا من الامارات للرحيل عن الفريق الاحمر عقب نهائي دوري ابطال افريقيا امام الزمالك. ومن المقرر ان يواجه النادي الاهلي يوم الجمعه المقبل غريمه التقليدي الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا باستاد القاهره الدولي بدون حضور جماهيري. وفاز النادي الاهلي بلا 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 على ابو قير للاسمده وكذا. يعني انا يعني توقفت عند حاجه مهمه جدا، انه المصدر او اللي بيتكلم النهارده بيتكلم عن مرات موسيماني، مويرا موسيماني جالها او تلقت العرض ده
وهي اللي بتتكتم عليه بسبب ارتباط موسيماني بمباراة مصرية مع النادي الأهلي يوم الجمعة اللي جاي قدام الزمالك زي ما حضراتكم عارفين في نهائي البطولة الأفريقية. المصدر ده بيقول إيه؟ الفجر. مايرا موسيماني بتتحدث مع المدير الفني لفريق الأهلي، أو مش هتتكلم معاه وهو ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده إلا بعد مباراة النهائي، يعني العالم كله عارف عن العرض الإماراتي ده ما عدا موسيماني النهاردة. هيتم مفاتحته في الموضوع أو مجلس الإدارة، هي طبعًا برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بيقول إنه يعني هيعقد جلسة مع موسيماني وعشان طبعًا يتكلم في هذا الأمر، وطبعًا ده خبر عاري تمامًا من الصحة. وأنا يعني مش فاهمة أنت لما النهاردة تكتب خبر إزاي يعني ما يعني المشكلة جابوه في موسيماني، يعني احنا بنتكلم على موسيماني واحنا عارفين قد ايه موسيماني مرتبط يعني مش مرتبط بالنادي الاهلي، في عقود مكتوبة، لكن مدى الشغف وكان حلم بالنسبة له من سنتين ثلاثة انه يكون موجود الأهلي. في النادي الاهلي. فلما حتى الخبر بيطلع ممكن خبر يعني يكون في نوع من انواع التكتيك شوية، لكن ان موسيماني ما يعرفش ان في عرض اماراتي، وخلي بالكوا دي الفرقعه اللي متعودين عليها بصراحه، يعني احنا متعودين من زمان على فرقعه صحفيه عشان الخبر يوصل للعيبه او يوصل لموسيماني ويبدا الناس تفكر، وخلي بالكوا ولا اللعيبه ولا موسيماني بيفكروا في اي حاجه من اللي بتتكتب دي خالص، احنا بنتكلم حضراتكم علشان الامور ما تزيدش، احنا بنتكلم علشان نقول حضراتكم ونطمن حضراتكم ان ولا موسيماني ولا اللعيبه ولا مجلس الاداره ولا احنا بتفكر في كل الكلام، ولا احنا اقول لك انا استنى بس اللي يعرف يعرف الموضوع ده والعرض ده اللي كتب الخبر نفسه، لا يعني هو ده بس اللي يعرف. خلي بالك هو برضو تطرق لزوجته علشان هي مديره اعماله، فقال يعني العرض وصل ليها وهي ما فتحتهوش، وبدا يعمل قصه اصل هنفتح الموضوع مع المجلس ويقعد مع الموضوع بس بعد يعني كلها امور ساذجه جدا للاسف. وزي ما بقول لكم تاني، احنا هنا في البيت الكبير وقناه النادي الاهلي احنا بنحاول بقدر الامكان بنرصد كل دوت وبنعرضه لحضراتكم، وحضراتكم اكيد فاهمين 99% من الناس اللي سمعاني اكيد فاهمه الغرض ايه من هذه الاكاذيب ومن هذه الاخبار، واكيد كلنا بنتابع السوشيال ميديا، اصل فلان جاله كورونا، اصل مش عارف واحد في الاتحاد الافريقي بيقول لك اصل احتمال كبير جدا الاهلي عنده مشكله كبيره، ايه مشكله النادي الاهلي، اصل اللعيبه بتصاب كل يوم لعيب، والنادي الاهلي بيطلع وبيتكلم. اصل يا جماعه حتى المرض، يعني حتى المرض ما بيكونش فيه ان اركب ترند ولا اعمل خبر كاذب لكسب تعاطف احد الاطراف الموضوع. خلينا نتكلم بعقلانيه شويه، لما بيكون في حد تعبان وما يكون في عينه ايجابيه بيعلن دوت، اصل الموضوع ما بيستخباش. فخلينا نتكلم ان كل الكلام ده لا اساس له من الصحه، يعني حتى الاتحاد الافريقي بيقول لك في عنوان الاتحاد الافريقي بيفجر مفاجاه كبيره ان النادي الاهلي في ورطه كبيره، ليه في ورطه كبيره زي ما قلت لكم؟ خبر تاني يعني يقول لك خبر تاني دي من الاخبار اللي متداوله، يعني ده موقع اسمه 13 بيقول ان تفشي بشكل كبير جدا فيروس كورونا بالنادي الاهلي خلال الايام الماضيه، خاصه بعد اصابه الثنائي صالح جمعه وكهربا، وتابعها طبعا احمد ياسر ريان ومحمد شريف واخيرا وليد سليمان النهارده، يعني بيضاف لقائمه المصابين بفيروس كورونا المستجد، وادت ظهور تلك الاصابات الى خوف كبير لدى مسؤولي النادي الاهلي، خاصه وان من المتوقع ظهور اكثر من حاله خلال الايام المقبله، خاصه هقرا بس الخبر، لان ان اللاعبين المذكور اسمائهم او اللي اتصابوا بفيروس كورونا خلطوا معظم اللعيبه في الفريق والتدريبات وغرف خلع الملابس، وبيرفع احتماليه اصابتهم بفيروس كورونا. واحنا عارفين طبعا النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني عمل مسحه امبارح في مقر النادي بالجزيره، يعني من قبل ما يخش للمعسكر طبعا، ده قبل حتى مباراه ابو قير، والموقع بيقول ان هو بعد المباراه ان كان في بعض المشاكل، وان النادي الاهلي عنده مشكله كبيره جدا، لان متواجد دلوقتي بس في المعسكر 17 لعيب، وبالتالي 17 لعيب هم الموجودين. الموقع بيقول ممكن جدا يظهر اصابات في 17 لعيب، واحنا عارفين هتبقى مشكله لو القايمه اقل من 14 لعيب، فدي هتبقى مشكله. خليني بس يعني اخد اختصار للكلام كله، ان كل الكلام اللي بيتقال دوت انا يعني حتى الاسباب اللي كاتبها اسباب غير منطقيه. اولا
اولا موسيماني احنا عارفين راجل محترم وبيحب النادي الاهلي ومرتبط مع النادي الاهلي وما بيفكرش في اي حاجه تاني غير النادي الاهلي. الجزء الثاني لفيروس كورونا من المتوقع زياده الاعداد، الكلام دوت يعني الكلام دوت خلينا مش بروفيشنال. اصل هو كل ما واحد بيطلع هو البي سي ار والرابيد تيست في بعض، يعني هو الكلام ودخل الاتحاد الافريقي. طب الاتحاد الافريقي دخلوا ايه دلوقتي؟ الاتحاد الافريقي هو ليه 48 ساعه، احنا بنتكلم الماتش يوم الجمعه، يوم الاربع هيكون في مسحه طبيه، ومن خلال المسحه الطبيه يوم الاربع ان شاء الله ما يكونش في حاجه ايجابيه، هيكتشف بقى مين اللي يقدر يلعب مين ما يلعبش. هي دي فكل بقى. فدي قصه كلها يعني دي اللي هتقطع الشك باليقين. أكيد. ان انت هتعمل بي سي ار مش بس رابيد تيست، رابيد تيست ده اللي بيكشف عن الاجسام المضاده، لكن البي سي ار هو اللي بيكشف عن الفيروس اذا كان عند اي شخص لا قدر الله من عدمه. هي دي المساله، ان انت الاتحاد الافريقي هو اللي يحسم الموضوع دوت ان شاء الله لما يعمل المسحه لكل اللعيبه حتى بتوع الزمالك يوم الاربعاء عشان النتيجه تطلع الخميس. وبعد كده خلي بالك الاتحاد الافريقي هو فاضي، الاتحاد الافريقي عنده مصيبه. الاتحاد الافريقي طبعا يعني عنده مشاكل قد كده، ويمكن وقف طبعا الرئيس الكاف احمد اربع سنين او خمس سنين. هنتكلم على ده بالتفصيل، لكن دوت كمان يعني الناس مش فاضيه للكلام دوت. كل الاتحاد الافريقي عنده ان هو يوم الاربعاء 48 ساعه قبل مباراه النادي الاهلي والزمالك عنده اللجنه الطبيه بتروح بتعمل مسحه اللعيبه، بيطمن والله ده ايجابي يبقى هيتعزل، ده سلبي يبقى دخل القائمه، والموضوع مش اكتر من كده. يعني الموضوع كله ان احنا انت لما بتقول اخبار زي دي كابتن هاني، الاخبار اللي زي دي وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، وانت هنا بتتكلم كل يوم ان الحاجات ديت هي اللي بتخلق التعصب اللي انت بتحاول من الناحيه الثانيه تنبذه على في المقابل، فهو دوت يا جماعه اللي بيخلق التعصب الجماهيري، هو ده اللي بيخلق التعصب، هو ده اللي بيعرقل النهارده عوده الجماهير للمدرجات مره تانية اللي احنا كلنا بنحلم بيه. احنا النهارده اهو بنتنشى على يا ترى هيحضر الجمهور الماتش النهائي، يا ترى كام عدد اللي حاضرين في المباراه النهائيه، يا ترى الكاف لسه ما ردش ليه، يا ترى الامن هيعمل ايه. طب ما انت الاخبار دي هي اللي بتخلق التعصب، هي اللي بتخلق التعصب صدقوني، وده يمكن ده شيء يعني مستفز جدا. مستفز. وبعدين خليني نتكلم في اخر نقطه في الموضوع ده سهام، كمان الرقابه الاعلاميه. خلينا نتكلم بكل امل، هل يجرؤ مثلا صحفي في المانيا او صحفي في فرنسا او صحفي في ايطاليا انه يقول لك مثلا ده اليوفنتوس عنده مشكله كبيره جدا والاتحاد الاوروبي بيقول ان ممكن اليوفنتوس ما يلعبش في دوري الابطال؟ هل من المعقول ان ممكن خبر زي ده ينزل مثلا في الصحافه الايطاليه او الصحافه الالمانيه؟ هل من المعقول ان الاعلام يوصل لهذه الدرجه؟ مش كل الاعلام، بعض من الناس وبعض من المواقع للاسف حتى ما فيش الحساب او ان ما فيش جهه اعلاميه توقف الناس دي عن حدها، لان زي ما انت بتقولي ده نوع من انواع انك خلاص انت 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 الغرض منه عمليه العصبيه، وان احنا في ماتش مهم جدا لكن احنا عايزين نبعد عن القصه دي، وبنحاول بقدر الامكان يا جماعه الاجواء، يا جماعه اولا ده مكسب لمصر، يا جماعه خلينا نخش المباراه بهدوء. فاحنا عايزين نخش بالموضوع بهدوء، وخلينا نتكلم بكل امانه. احنا دايما بنقول السلبيات وبنطرحها مش عشان تنتشر، لكن عشان نقول للناس لا خلي بالكم الموضوع، خلي الموضوع النادي الاهلي بعيد تماما، ومجلس الاداره مستقر بشكل كبير، اللعيبه في تمرينها مركزين 100%، موسيماني مركز 100%، لا قدر الله والكلام ده يمكن قلته امبارح، لا قدر الله في اي اصابات انا متاكد اي 11 راجل نازل يوم الجمعه الملعب ان شاء الله يكسب، جاهز ان شاء جاهز الله يكسب جاهز بتوفيق ربنا وبقوه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي. لو لعبنا بالناشئين او لا، احنا عندنا تاريخ يا جماعه، فرقتنا فرقه تقيله، لو العربي بدري نزل واثنين ثلاثه ناشئين هتلاقيهم مولعين في الملعب. احترامنا كلنا للنجوم، نتمنى كل فرقتنا تكون سليمه، لكن ان شاء الله باذن الله لا خوف على النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. بس نقول للجماهير تخلي بالكم من هنا طبعا، وقبل كده انت بتتكلم على يعني الايام اللي فاتت، يعني حدث ولا حرج من الاشاعات اللي طلعت في الفتره اللي فاتت، فاحنا كل كلامنا النهارده ان احنا الجمهور هو اللي يحذر من هذه الاكاذيب اللي عماله بتنتشر الحقيقه، يعني مش بس يعني بتتردد، لا بتنتشر وانتشارها سريع جدا. صحيح. للاسف. صحيح. هي الاشاعات اللي بتنتشر للاسف. طيب نروح بقى الخبر حاجه ايجابيه بقى حاجه ايجابيه. الخبر الحقيقه الايجابي اللي معانا النهارده وعايزين نبدا بيه هو كانت طبعا النهارده كان في مراسم قرعه بطوله الدوري الممتاز للموسم الجديد اللي هيبدا ان شاء الله يوم 11 الشهر الجاي، ويمكن القرعه ديت افرزت عن مواجهه الاهلي لنظيره مصر المقاصه في اول جوله في المسابقه ان شاء الله، كمان مباراه القمه بين الاهلي والزمالك
هكون في الجولة الرابعة، فكده يعني النهاردة يمكن القرعة دي حضرها مندوب الأندية كانوا كلهم حاضرين، وهم يمكن لما تسألوا عن مقترح أنه تقام البطولة من دور واحد لا كلهم رفضوا وتمسكوا أن هي تقام بنظامها المعلن على دورين، لأن يمكن في أندية بتتظلم، في أندية ما بتلعبش كويس في الدور الأول. طبعاً أكيد فطبعاً بيكون دوري مستقر من الدور دورين بيبقى شكله أفضل كتير على المستوى الاحترافي، بيديلهم فرصة يعني. فخلينا نروح نشوف التقرير ده عن قرعة بطولة الدوري الممتاز. كاميرا البيت الكبير كانت متواجدة، هنروح نشوف ونرجع لحضراتكم في البيت الكبير. السوبر المفروض يوم 10، سوبر افريقي اللي اللجنه الخماسيه بعتت للاتحاد الافريقي تحديد يوم 10 السوبر الافريقي، وان شاء الله نبدا الدوري يوم 11 ان شاء الله. حصل اجتماع مع اللجنه الخماسيه قبل انا ما اجي، يعني الكلام ده من اسبوعين او اكتر، وتم استعراض الموقف ان يلعبوا دوري من دور واحد بعديه تصفيات على المراكز الاربعه وعلى الهبوط. الانديه رفضت وقالت لا نلعب دوري من دورين، وبالتالي اللجنه الخماسيه قالت لهم يبقى بالتالي هنلعب الماتشات الاخيره بدون لاعبي المنتخب الاولمبي، وكل اغلبيه الحاضرين وافقوا، يعني ما كانش في اعتذارات تذكر، فبالتالي الاغلبيه العظمى يعني وافقت. الحمد لله القرعه كويسه الحمد لله، البدايه يعني تقدر نقول عليها هاديه. عندنا انبي اول لقاء، انبي طلائع مصري اول ثلاث لقاءات، يعني الحمد لله بدايه هاديه نقدر نقيم اوضاعنا فيها كويس ان شاء الله، مش ثقيله يعني. احنا كنا السنه اللي فاتت بنواجه الاهلي في الاسبوع الاول من الدوري، فالسنة دي في الأسبوع ال 11 طبعا يعني النادي الأهلي نادي عريق، ونتمنى له كل التوفيق في البطولة الأفريقية، ويعني بتبقى لقاءات شيقة ومثمرة ما بين النادي الأهلي ونادي سموحة. بالنسبة للقرعة ما فيش حاجة اسمها قرعة سهلة وقرعة صعبة، احنا طبعا غزل المحلة بتاريخه العريق، طبعا الأهلي زي ما ذكروا النهاردة إن شاء الله الكباتن وقالوا إن هو خد الدوري ذكر المحلة، صحيح احنا خدناه مرة واحدة بس احنا اتذكرنا في ال 72 سنة ان احنا برضو بتاريخنا برضو ان احنا موجودين في تاريخ الكرة المصرية. يمكن تعليقا على التقرير دوت، يعني خطوة للأمام، خطوة للشكل الاحترافي اللي بنتمناه. أولا ظهور اللوجو الخاص بالدوري المصري ده كان شيء مهم جدا، في بعض الانتقادات على شكل اللوجو، لكن دي خطوة مهمة، خطوة احترافية يعني تضاف إلى اللجنة الخماسية بصراحة. الشكل العام اللي خرجت بيه القرعة على شكل منظم، بشكل جيد جدا، وزي ما بنقول يعني دايما نتطلع للأفضل، وجود لوجو منتج اسمه الدوري المصري ده مهم جدا على طبعا التسويق والماركتنج للدوري المصري، ان شاء الله تكون خطوه. في بعض الانتقادات على اللوجو شويه، لكن انا شايف انه يعني لوجو كويس، يعني ممكن كان دخل فيه بس على مصر اشاره للدوري المصري، لكن هو خطوه زي ما بقول على التجربه الاحترافيه الكبيره وتقييم الدوري المصري والفاليو بتاع الدوري المصري ان شاء الله، وتسويقه يكون على اعلى مستوى ان شاء الله بدايه من الموسم اللي جاي. طبعا اكيد بنتمنى التوفيق طبعا لنادينا النادي الكبير نادي الاهلي صاحب الانجاز الكبير والبطولات الكبيره على المستوى المحلي، انه يحافظ ان شاء الله باذن الله على اللقب المفضل للجماهير، وكمان نتمنى ان شاء الله يكون في يعني دوري منتظم بشكل هادي، يكون الاجواء افضل من السنه اللي فاتت، كان دوري صعب قوي السنه اللي فاتت، ان شاء الله باذن الله يكون في تواجد جماهيري وان شاء الله باعداد قليله، لكن اكيد النادي الاهلي اكيد بيبص اكيد للبطوله الافريقيه اولا، وان شاء الله بعديها كاس مصر، عشان ان شاء الله البطوله المفضله ليه كمان بطوله الدوري، وتبقى ال 43 والعدد يزيد والبطولات تزيد باذن الله. يعني اتكلم بكل صراحه، جماهير النادي الاهلي كمان اتبسطت النهارده بتاكيد وجود بيكهام لاعب المنتقل او كان معار لدجره وانتقل للنادي الاهلي، لعيب مميز جدا. بيكهام طبعا عارفين تالق مع وادي دجله الموسم اللي فات وكمان مع منتخبنا الاولمبي، هو كمان الولد على مستوى فني عالي جدا، بيلعب في كذا مركز، بيكهام ممكن يلعب سيرد باك، ممكن يلعب باك يمين، ممكن جدا يلعب وسط ملعب، وده شفناه مع المنتخب الاولمبي في وقت من الاوقات في البطوله الافريقيه، لاعب مميز على مستوى النادي الاهلي. تعالوا مع بعض نشوف بيكهام قال ايه ونرجع مع حضراتكم. طبعا رجعت لبيتي زي ما انت بتقول، وانا فرحان جدا ان انا قدرت ارجع بيتي تاني بعد سنتين تعبت فيهم.
وحاربت عشان ارجع بيتي وابقى قد المسؤوليه. انا طبعا واحد من ابناء النادي قبل اي حاجه، وانا فخور ان انا موجود في النادي الاهلي. يمكن انا في النادي الاهلي من وانا عندي 8 سنين 9 سنين. يمكن والدي بصراحه تعب معايا في السن ده لحد سن 15 سنه. كنا بنروح نتمرن 3 ايام في الاسبوع من المنصوره للقاهره، كان معايا موجود كل الثلاث ايام دول، بيوصلني وبيجيبني لحد ما قعدت في استراحه الناشئين في مدينه نصر لحد سن 21 سنه. لحد سن اول حاجه 18 سنه طلعت اعاره حرس الحدود، ورجعت السنه اللي بعدها قعدت سنه كمان في النادي، وطلعت اعاره تاني وادي دجله كانت سنه بس. بعد 6 شهور وادي دجله خلاص اشتراني يعني من النادي في صفقه محمد محمود، ويمكن بعدها عدى سنه ونص كمان ورجعت بيتي. يعني طبعا انت بترجع من النادي الاهلي وبتخرج من النادي الاهلي عشان تثبت نفسك اكتر، لو انت ما خدتش فرصه جوه النادي فانت بتحتاج تلعب في اي نادي تاني عشان ترجع بيتك تاني، عشان المكان اللي انت مولود فيه واللي انت بتحارب عشان تبقى موجود فيه، ومكان اي لعيب في مصر دلوقتي او في افريقيا او في العالم يتمنى يلعب طبعا في النادي الاهلي، نادي كبير. وانا بصراحه حاربت عشان ارجع في النادي. انت لو مالكش مكان جوه النادي، لو ما بتشاركش، لو ما فيش فرصه انك تشارك بصفه اساسيه في النادي الاهلي، طبعا لازم تطلع اعاره بالنسبه للاعيبه اللي موجوده في النادي، لازم تطلع اعاره تجرب سنه واتنين. انت لو بصيت دلوقتي معظم اللاعيبه اللي موجوده في النادي معظمها كانت في النادي وطلعت اعارات ومشيت ورجعت تاني عشان اجتهدت وتعبت، وانت في الاول والاخر ابن النادي، غير اي حد تاني بتبقى متربي على حاجات معينه وتمارين معينه وحاجات جوه النادي. لما بيقارنوك بحد تاني لو انت نفس المستوى وحد من ابن النادي غير حد تاني متربي بره النادي، فبيختاروا ابن النادي طبعا. يمكن بدات بعد بطوله افريقيا بتاعت المنتخب الاولمبي، بدات مع كابتن امير توفيق، كان فاضل مكان واحد في القايمه في الانتقالات اللي بعد البطوله دي، جابوا بادجي، ويمكن كابتن امير قال لي عشان ما فيش مكان تاني فان شاء الله تبقى موجود معانا في الموسم الجديد يعني ان شاء الله. انا يمكن ما كنتش عامل حسابي من قبلها ان انا يعني كنت تعبت سنه ونص وبتاع، بس ما كنتش فاكر ان هي هتجيلي دلوقتي، فيمكن مكالمة كابتن أمير طمنتني شوية وخلتني أشتغل على نفسي وأتعب أكتر، عشان خلاص الست شهور دول لازم أعملهم كويس. مش معنى المكالمة اللي هو خلاص أنا موجود في النادي، ممكن أبقى وحش الست شهور اللي بعد كده ومرجعش النادي، بس أنا حافظت على مستوايا وأديت مع دجلة بشكل كويس، ويمكن دلوقتي دي النتيجة. يعني رسالتي للجماهير أول حاجة إن أنا واحد منكم قبل أي حاجة. انا من وانا صغير بحضر الماتشات في الاستاد وكنت معاهم في كل لحظه، يعني حتى من وانا في الناشئين كنا بنروح نتفرج على الماتشات في الاستاد، فانا بوعدهم ان انا ابقى قد الثقه بتاعتهم وان شاء الله يبقى الفتره كلها فتره بطولات. ورسالتي للاعبين طبعا الماتش الجاي لازم حياه وموت نكسبه، يعني ماتش بطوله طبعا. دي امل كبير ان احنا ان بيكم يرجع للاهلي تاني، لان هو اصلا ابنه طبعا. النادي الاهلي نادي بطولات، واي واحد اي لاعب يتمنى ان يخش النادي الاهلي. واحمد ابنه هو صغير طول عمره عايز يخش في نادي بطولات ويحافظ على مستواه من هو 9 سنين، واحنا تعبنا معاه وتعبنا ربنا الحمد لله جابه بخير وجابنا الحمد لله، يعني ما فيش فرحه احسن من كده. من سنه 2007 فضلت معاه لما هو عنده 16 سنه، لما دخل لما يعني بقى كويس، وكنت بروح باجي معاه وتعبت معاه، بس ربنا كلل تعبي بخير الحمد لله. رسالتي الاخيره ان هو يعني يجتهد في الملعب، ويعني لا مؤاخذه اقول ياكل في النجيل زي ما بقوله، يعني علشان يثبت وجوده للمدير الفني بتاعه وعلشان يحافظ على مستواه. وعايزين طبعا النادي الاهلي نادي القرن ونادي البطولات، وعايزين نفرح ان شاء الله في الاهلي تتويج يوم 27 الشهر اللي جاي، شهر يوم الاحد اللي جاي، يوم الجمعه اللي جايه ده، يتوج بالبطوله والكاس كمان ان شاء الله.
انك تمشي من النادي الاهلي ده مش معناه ان خلاص يعني انتهى المشوار، بالعكس ممكن المشوار يبدا ويبقى هو ده بدايه المشوار، ان انت ترجع تاني بطموحات ودوافع جديده. فبيكم طبعا ابن النادي الاهلي من وعمره 9 سنين، واحده من احلامه انه يلعب كاس العالم للانديه. بنتمنى له كل التوفيق ليه ولكل اللعيبة الجداد، وكمان اللعيبة الحاليين يا رب واللي تعبان فيهم يقوم بالسلامة، وإن شاء الله يا رب بإذنك يا رب كلنا متفائلين بيهم. وجود موسيماني الحقيقة أنا على صعيد شخصي متفائلة بيه جدا، وأعتقد أن هم يعني هيحققوا كل أحلام، هيحققوا كل أحلامنا وطموحاتنا سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأفريقي. عندنا خبرين مهمين جدا النهاردة عن النادي الأهلي. معلول وصل يا جماعة، معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، وصل بعد ما انتهى معسكر منتخب بلده تونس الأخير، وكان من المفروض أنه يوصل القاهرة امبارح، لكن طبعا ظروف الطيران يعني حالت دون ذلك، وده اللي دفع إدارة النادي أنها تتدخل فورا علشان توفر طيارة تعيد اللاعب بسرعة جدا عشان يلحق ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية. طبعا واحنا كلنا بنستعد لنهاية أفريقيا، وطبعا كده معلول خلاص أغلق يعني خلاص الموضوع ده، واحنا عارفين انه في ناس كتيرة جدا كانت ناوية تستغل برضو الموقف وتبدأ في الكلام وتردد يعني انه معلول مش معلول مش يعني راجع يا رجال، معلول مش هيلعب بالظبط، لكن رجع بالسلامة ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله يتواجد مع الفريق ان شاء الله من بكرة في التدريبات استعدادا للقمة الأفريقية. النهاردة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وطبعا والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الرياضية بيتقدموا بخالص العزاء لمسؤولي ومحبي وجماهير نادي سان داونز طبعا الجنوب أفريقي في وفاة اللاعب أنيل نيجوكا، ده مدافع الفريق اللي توفى النهاردة الصبح في حادث سيارة بالقرب من مدينة ديربيان. طبعا كل التعازي من أسرة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب لجماهير سان داونز، وطبعا يعني العلاقة ما بين سان داونز والنادي الأهلي علاقة أعتقد أنها علاقة قوية جدا، علاقة متينة طبعا بعد قدوم كمان موسيماني، لكن النادي الأهلي دايما على علاقات قوية بجميع الأندية على المستويات الأفريقية والعربية بصراحة. طبعا أكيد، وهو كمان شاب عنده 33 سنة فربنا يا رب يعني يرحمه ويصبر أسرته ومحبيه. طبعا نروح لخبر خاص بالأخبار العالمية يا جماعة، لازم نبدأها بالخبر المسيطر على الساحة الأفريقية ومسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي ومسيطر على الأخبار، وهو طبعا قرار لجنة الأخلاقيات والقيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإيقاف أحمد أحمد اللي كان رئيس الاتحاد الأفريقي من كام ساعة، اتوقف لمدة 5 سنين عن ممارسة أي نشاط رياضي. وده طبعا زي ما حضراتكم كلكم قريتوا مخالفاته المالية من 2017 ل 2019 كلها اتهامات يمكن بيتم التحية فيها دلوقتي، وشكاوى عديدة من جهات عديدة جدا وتم تقديمها ضده. فطبعا كلام كتير جدا ممكن نتكلم فيه أنا وكابتن هاني، بس بعد ما نروح نشوف التقرير المفصل ده وحكاية الفساد المالي اللي أطاحت بأحمد أحمد من رئاسة كاف. قررت لجنة الأخلاقيات والقيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي كاف لمدة 5 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي. وأكدت اللجنة في بيان رسمي لها اليوم الاثنين أن أحمد أحمد سقط في مخالفات مالية في الفترة بين 2017 إلى 2019، وتم التحقيق في عدة اتهامات وشكاوى تم تقديمها ضده، كما تضمنت العقوبات سداد 200,000 فرنك سويسري، كما أنه يحق لرئيس الكاف التظلم خلال 60 يوما من القرار. وأصبح أحمد بهذا القرار بعيدا عن إدارة الكاف التي يشغلها حاليا بشكل مؤقت الكونغولي كونستانت أوماري، وأعلن الاتحاد الإفريقي تمديد مدته حتى الانتخابات المقبلة على رئاسة الاتحاد الإفريقي والذي انحصر بين الرباعي الإيفواري جاكانوما والجنوب إفريقي لوكاس موتسيبي والسنغالي أوغاستين سنغهور والموريتاني أحمد ولد يحيى.
طبعا خبر مهم جدا يمكن من امبارح وكل الناس بتتكلم على هذا الخبر، استبعاد احمد من رئاسة الكافة، وبالتالي طبعا انحصرت المنافسة ما بين الثلاثي المرشح للمقعد الانتخابات في الكاف ان شاء الله في مارس اللي جاي، هتكون انتخابات قوية جدا. لكن كمان الناس كتير رجعت هذا الموقف لعمرو فهمي. عمرو فهمي الله يرحمه كان هو من أثار أول أو فتح هذا الملف المهم جدا، وكان بيحارب على هذا الملف، ملف الفساد داخل الاتحاد الأفريقي. وزي الناس ما بتقول وأصدقائه ما بيقولوا يعني ربنا جاب حقه، لأنه هو كان بيحارب بشكل أكتر من رائع في هذا الملف، وكان بيتحدى الجميع، وكان الله يرحمه كان كمان مرشح نفسه لرئاسة الكاف، وكان في بعض الحروب ضده، ولكن بتدور الأيام يا سهام وبيدل إن فعلا كان هو كان على حق الله يرحمه. ويمكن ناس كتير يعني افتكرته النهارده في السوشيال ميديا، اسمه هو تصدر هذا المشهد يعني الله يرحمه. لكن الاهم من ده كله كمان ان بدا يعني تطهير مؤسسه كبيره طبعا زي الكاف، مؤسسه يعني فيها اكيد نوع من انواع الفساد. النهارده احمد رئيس الاتحاد بيتم طبعا ايقافه لمده 5 سنين، وبالتالي ماشيين على الطريق الصحيح. نتمنى طبعا الله يرحم عمرو طبعا اللي هو من اول من فتح هذا الملف في الاتحاد الافريقي، اللي هي الحقيقه هتبتدي تتكشف. وافتكر حتى عمر البنوبي لو معاد بكره ان شاء الله يمكن حتى اثار قصه كده على يعني صفحته، وعايزاك يمكن تتكلموا فيها ان شاء الله بكره، خاصه باحمد وخاصه رئيس الاتحاد الليبيري، وان لما اتهموا احمد بانه ليه علاقه وتحويلات بنكيه لرئيس الاتحاد في ليبيريا، طبعا عمر كان شاهد على المكالمه ديت، وتم طبعا تبرئه عمر يعني في قبره يعني بيرتاح دلوقتي. صحيح. نروح لاخبارنا بقى، نكمل اخبارنا العالميه، نروح لبرشلونه. الهولندي رونالد كومان طبعا المدير الفني لنادي برشلونه قرر استبعاد ميسي من مواجهه دينامو كييف. الاوكراني طبعا ده بكره في دوري ابطال اوروبا. كومان اشاد طبعا بميسي وقال ان هو يعني اللاعب طبعا برشلونه محتاجه هذا اللاعب بقدر كبير جدا، لكن كمان في فرصه انه يريح فيها شويه بعد ما شارك في الفتره الاخيره. احنا عارفين برشلونه في الشامبيونز ليج من 3 مباريات بيحقق العلامه الكامله 9 نقاط، وبالتالي تاهل برشلونه اصبح 90% في مجموعته. وزي ما بنقول يمكن يعني ميسي بيحتاج نوع من انواع الراحه شويه، مش بس ميسي، كمان فرانك ديانج طبعا اللاعب الشاب في برشلونه كمان هيكون خارج حسابات كومان في مباراه بكره في الشامبيونز ليج امام دينامو كييف. طيب نروح ليوفنتوس الايطالي. يوفنتوس الايطالي طبعا بيواصل تدريباته النهارده وبيستعد لمواجهه فرانس فاروش المجري، بطل المجر طبعا في دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا. يوفنتوس فاز في المجر 4-1، والنهارده بيبحث عن فوز جديد علشان يقلص الفارق مع برشلونه. برشلونه طبعا النهارده متصدر المجموعه برصيد 9 نقاط، ويوفنتوس في رصيده 6 نقاط فقط. ويمكن رونالدو هيكون حاضر وهيشارك، كمان ديبالا رجع، موراتا واحد طبعا يعني مهم جدا هيلعب جنب رونالدو. نروح لريال مدريد. طبعا كريم بنزيما المهاجم الاساسي لريال مدريد بيعود تاني للمشاركه في التدريبات بعد غياب بسبب الاصابه. اتمرن بشكل منفرد شويه قبل طبعا ده كل ده قبل مواجهه الانتر ميلان برضه في الشامبيونز ليج. بنزيما كان عنده بعض المشاكل العضليه خلال مواجهته امام فالنسيا، وغاب عن حتى مواجهه فيا ريال السبت اللي فات. ريال مدريد عارفين في الشامبيونز ليج ما كانش متواجد بشكل جيد، يمكن عنده 4 نقاط، يمكن في المركز الثالث ريال مدريد في المجموعه الثانيه اللي بيتصدرها طبعا بروسيا مونشنجلادباخ برصيد 5 نقاط، متفوقا كمان على الانتر. الانتر كمان ساحب المركز الاخير، يعني بيمر بازمه كمان للانتر برصيد 2 نقطة بس، ومتساوي طبعا مع شختر دونيسك طبعا الوصيف. فريال مدريد عنده مباراه مهمه جدا 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 مع انتر ميلان في مشوار الشامبيونز ليج. طيب بعد كل يمكن الازمات الماليه اللي بتحصل والحاصله دلوقتي العنيفه وشكاوى كل الانديه، فالمدرجات هتعود ليها الحياه في انجلترا اعتبارا من 2 ديسمبر اللي جاي. طبعا هيسمحوا للحضور الجماهيري مش بنسبه كبيره قوي، بنسبه يعني 50%. لكن النهارده في تقرير ديلي ميل البريطانيه قال انه من المقرر السماح باعاده فتح الملاعب للجماهير مره اخرى اعتبارا من 2/12 بمجرد تخفيف الاغلاق الثاني بسبب فيروس كورونا. ويمكن وزاره الاعلام والرياضه هناك قدمت مقترحات لمجلس الوزراء
الوزارة هناك لإعادة المشجعين للملاعب في شهر 12، وأنه ده خلاص بصدد الموافقة على هذا الموضوع. وعقبالنا إن شاء الله. عايز أقول لك فيروس كورونا منتشر، يعني اقول لك يعني حتى كومن وحفاظه على ميسي وانه هو مش هيلعب، ممكن ده يكون سبب من اسباب انه خايف عليه، ده جوهره الفريق. اكيد اكيد. واوكرانيا النهارده مش فاتحه غير الصيدليات والماركتات بس، السوبر ماركت بس. طبعا احنا كمان على مستوى الشامبيونز، على مستوى البريمير ليج في خسائر كتيره جدا. احنا يمكن قلنا وصل 930 مليون يورو باوند، ده مليار باوند، ده خسائر الانديه بسبب كورونا. وكمان من ضمن الخسائر طبعا الجزء الاكبر ويمكن 500 مليون باوند ده كانت خسائر على مستوى البث التلفزيوني وعلى مستوى حضور الجماهير. وبالتالي الانديه بص الرقم طبعا صناعه كبيره جدا. فرجوع ولو حتى 50% من الجماهير للبريمير ليج بدايه من 2 ديسمبر، 2 ديسمبر هيبدا، احنا عارفين دلوقتي في يعني حظر تقريبا كامل في لندن، لكن من 2 ديسمبر هتبدا الدنيا تفتح تاني. ففي مقترح طبعا لمساعده الانديه لاستكمال طبعا مشوارها في البريمير ليج، اقتراح ان 50% من الجماهير تبدا تخش تاني في تشاهد المباريات، تجنبا طبعا للخسائر الماديه طبعاً الكبيرة. لسه طبعا مع ازمات الفرق الانجليزيه، وتوتنهام اعلن انه تعرض زي ما بقول لخسائر ماليه كتيره جدا، صافي المبالغ قدر بحوالي 63 مليون باوند او جنيه استرليني خلال السنه الماليه الاخيره، بعد توقف طبعا منافسات اللعب واقامه المباريات بدون جمهور زي ما بقولنا، وده سبب بسبب كورونا. خلينا نروح نشوف تقرير عن تفاصيل اكتر عن توتنهام وخسائره، وبعد التقرير معانا فاصل، وبعد الفاصل نستقبل الاستاذ محمود الصبري في فقره حواريه اولى هنا في البيت الكبير. أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أنه مني بخسائر مالية صافية بلغت 63.9 مليون جنيه استرليني خلال السنة المالية الأخيرة، بعد توقف منافسات اللعبة وإقامة المباريات بدون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا. وقال توتنهام إن إجمالي الإيرادات خلال السنة المالية المنتهية في 30 من يونيو الماضي بلغ 402.4 مليون جنيه استرليني، انخفاضا من 460.7 مليون جنيه استرليني في العام السابق. كما تراجعت الإيرادات التلفزيونية والإعلامية في هذه السنة إلى 95.2 مليون جنيه استرليني، بعد أن كانت 149.9 مليون جنيه استرليني في العام السابق. وزادت القيمة الصافية لديون توتنهام إلى 604.6 مليون جنيه استرليني من 534.3 مليون جنيه استرليني. وقال دانيال ليفي رئيس مجلس إدارة النادي اللندني: نحن الآن في خضم واحد من أكبر التحديات التي عرفناها طوال مسيرتنا. وأضاف: تأثير الجائحة على إيراداتنا كبير، وقد جاء في أسوأ توقيت بعد الانتهاء مباشرة من بناء استاد النادي الذي تكلف 1.2 مليار جنيه استرليني من خلال موارد النادي وديون طويلة الأمد. وتوقع ليفي أن يتكبد ناديه متصدر الدوري حاليا خسائر مالية تزيد عن 150 مليون جنيه استرليني في العام المقبل إن لم يسمح بعودة الجمهور إلى الملاعب. أنا مع حضراتكم مرة تانية، وإن شاء الله فقرة مميزة مع المميز والناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود صبري. منورنا أستاذ محمود. أنت المميز. عجبتك المميز دي؟ أنت مميز فعلا. منورنا دايما. أنت المميز. ربنا يخليك. لا والله دايما تبقى يعني عن فقرة مميزة وبنستفيد منها بصراحة. يعني إن شاء الله عندنا كذا ملف نتكلم فيه، هنبدأ يمكن ببعض التقارير اللي كانت عندنا في الإنترو. رجوع احمد بيكم طبعا مدافع النادي الاهلي، وكان بيلعب في وادي دجله سنتين، وكان طبعا مع المنتخب الاولمبي. شايف رجوعه للنادي الاهلي ودوره السنه اللي جايه مع النادي الاهلي ده خطوه يعني كانت متوقعه، يعني اللي هي الطيور المهاجره بالظبط. بص على بيكم، يعني شوف مين اللي اطلق عليه اللقب، هو في الناشئين في النادي الاهلي. خدنا كده فتره مع نيدفيد وبيكم مجموعه من الاسماء وتريزيجيه كل الكلام ده فتره كابتن بدر رجب. كابتن بدر رجب طبعا من الحاجات دي، اللي هو يعني في مدربين
بتبقى ايه، بتشوف بتبص كده بتشوف حاجه في بتشوف حاجه في اللاعب بتاعه، فبيقرب له الحاجه عشان يديله دافع معنوي ان هو يبقى ايه حاجه قريبه يعني في المنافسه. عودته كانت عوده منطقيه في ظل انك انت انتهاك سياسه في انك انت تجيب ابنك، ما دام نضج ووصل بالصوره هيكون افضل لك. يعني ايه انت يعني خطوه انك انت كمان رجعت مثلا خمسه كمان من المعارين، ها خلي بالك ده بيديك ايه الدافع، لانه خلاص هو حافظ السيستم، مش محتاج انك انت تربيه وتعوده ويعيش معاك الجو، لا خلاص هو اتولد هنا. لكن طلع بره خد خبرات صحيح كان في الصالح، نتيجتها ما كسبش منها الاهلي فقط، ده لسه الاهلي ما شافش حاجه، ده اللي كسب المنتخبات يعني المنتخب الاولمبي سواء المنتخب الاول، فيهم ناس اتطورت وهيبقى لهم فرص، ده شيء مميز يعني، دي خطوه مميزه ان خلاص انك انت ايه، لو رجعنا بفتره كبيره جدا ما كانش الكلام ده موجود. يعني ايه كويس انه ادالك فرصه، كان ممكن يجي انت مثلا اتحاد الكوره احلى غيرك مسابقه، فكل الفرقه كلها تمشي ما تعرفش حاجه، كله بقى فجاه تلقى ناس انت كنت مربيه وصارف عليها تلاقي قدامك مش عارف تعمل ايه معاه، يعني خلاص بتضطر تمشيه حتى مجبر، انت مجبر على القرار بالظبط. بيكهام اتمنى طبعا لاعب، انا شايفه لاعب جوكر ما بيلعبش، ده لاعب اصلا نص ملعب واصلا يلعب لك باك رايت واصلا يلعب لك مساك، فانت كده وفرت ثلاث اماكن في ايه، في لاعب كمان عنده طموح وصاروا من كلامه ان هو راجع بيته بعد طول المشوار ده كله، خطوه كويسه، خطوه مهمه جدا انك انت تبدا تعتمد على اولادك اللي هم المفروض اولى بيك في المرحله دي، بعيدا عن مساله ده ابن النادي وحته النادي اللي احنا بنقول، لكن في ايه مش 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 واحد عمل لقطه فهنمسح التاريخ ونقول لك لا، في ناس عندها اخلاص، في ناس عندها وفاء، وفي ناس عندها عارفه قيمه التيشيرت النادي الاهلي عامل ازاي بالنسبه لها وطموحها عامل ايه، في ناس مش كل حاجه بالنسبه لها الفلوس، الفلوس يعني عندي ناس كتير اللي هي كل حاجه، لكن في ناس لا عندها مقدار من التوازن النفسي والعقلي بيخلي برضو عندها ايه، لا ده انا وسط عيلتي وسط اسرتي وبيتي ممكن يبقى معايا حاجه، لكن ايه عايش كده مرتاح نفسيا ومطمن وسط الكلام. فعوده احمد بيك خطوه كويسه، اتمنى ان شاء الله يكون عوده موفقه، يكون هو كمان نفسه عنده طموح ان هو لازم يثبت نفسه ويروح، عنده تواجده في المنتخب الاولمبي مديله دافع بيأهله ان هو يروح المنتخب الاول، وجوده في النادي الاهلي هيبقى فيه منافسه كبيره جدا، لازم هو متوقع كده مع الموجودين ومع الناس اللي جايه، ده شيء ده لا شيء انه يعني ده شك انه ده شيء كويس جدا، في يعني تبدا تغير سياستك في الكلام ده، تبدا تطلع من قطاع الناشئين وتصرف وتنفق وتطلع وتعير وتجرب هنا وتطلع، يعني ده شيء انت حتى الصور اللي شايفينها قدام حضرتك دي كمان كان والده موجود، ومن خلال تصريحات بيكام ان هو كان بيشتغل على النقطه دي، ان هو خرج من النادي الاهلي وكان عارف انه هيرجع تاني، طور مستواه بشكل كبير على المستوى الاسري، بنتكلم والده اتكلم بشكل اكنه لعيب كوره، وهو قال الواد من نفسه وعنده 7 سنين انه يلعب في النادي الاهلي، وده كان بالنسبه له طبعا حلم وجوده دلوقتي يعني او تصعيده، والنادي الاهلي وهو كمان انا اعرف بكم من اللعيبه المتزنه، يعني لعيب هادي، لعيب كره كويس كمان. خلينا نتكلم واخد رايك في النقطه دي، موسيماني بيحب اللعيب زي بيكم، ليه بيحب اللعيب زي بيكم؟ لان بيكم برضو من الحاجات الكويسه انه السنتين اضام في وادي دجله، وادي دجله مدرسته من خلال طبعا المدرسه اليونانيه، عارفين ان هو مدرسه بتبني الكوره من تحت يعني، وده النوع تقريبا اللي يعني موسيماني بيحبذه، خاصه في لعيبه خط الظهر، انه لعيب مهاراته عاليه، لعيب يقدر يبني من تحت بشكل كويس، شفنا دوت مع وادي دجله في السنتين اللي فاتوا، وشفنا ده مع الكابتن شوقي غريب في المنتخب، وبالتالي المدرسه قريبه جدا، وبالتالي نتوقع ان شاء الله انه هيكون اضافه للنادي الاهلي. لا خطوه مهمه يا كابتن، وانا بقول لحضرتك ضيفوا على العناصر اللي راجعين، انت كده عندك ايه؟ رجعت 6 من ايه؟ 6 من ابنائك. يعني ده انت كده تلت الفرقه برضو موجود عندك، الناس اللي نشات في قطاع الناشئين طبعا، ده عشان ما الناس ما تفقدش الامل. يعني ايه هو ايه اللي يدي يخلي الناس في قطاع تشتغل وتعمل جهد وبتطور وجايب مدرب اجنبي وبتفتش وبتدور على العناصر المميزه؟ لازم يبقى الناتج فوق، الناتج فوق، ولازم يشوف زميله اللي كان معاه طلع في الفريق الاول، وده لازم يكون من خلال ايه؟ من خلال انك انت لما بتجيب المدرب الاجنبي اللي انت جايبه لازم ياخد صلاحيات اكبر من كده، انه كمان يبقى كانه المدير الفني للنادي ككل. يعني تتحطون احنا عايزين دلوقتي عندنا مشكله في الباك رايت فبندور على حد، طب نقدر بعد سنتين يبقى عندنا عندي اقدر هجيب هندور على حد، طب عندي في الباك ليفت مشكله، طب عندي في المساك زي ما انت شايف الازمه اللي بتعاني منها، يعني مش بعاني منها الاهلي، لا بتعاني منها الكوره المصريه، هو مساك لعيب الكوره،
في مساك لعيب كوره مش مساله ان هو بيقطع الكوره بيلد لا يعرف نز... يعرف يبني الكوره من تحت دليل انك انت فكرت واحد باصص بره فجايب بدري بنون ان عنده ولما جه بدري يتعرض لحمله ومتعرض لحمله لغايه دلوقتي بكلام كله ايه للنايل من من اللاعب وبتاع لكن ده مش مشكلتنا دلوقتي لكن انا عايز اقوله لك انه دي خطوات مهمه جدا ودي خطوات تخليك انك انت ايه كده انت بدات تحط رجلك يعني يعني تفوق للجزئيه دي وتحط لها اهتمام فاتمنى ان احنا يعني النادي يسير على نفس النهج اتمنى الناتج في مساله قطاع الناشئين مش انك انت تفوز بالبطوله انك انت تقدم لي لاعب صحيح يعني تقدم لي لاعب واثنين ان هو ده الهدف الاساسي واي مدرب او اي مكتشف يجيب حاجه مميزه لازم ده يعامل معامله خاصه يعني صعب جدا بنظر يعني المواهب نضب معينه في الفتره الحاليه دي فانت محتاج برضه يعرف يكتشف واللي يعرف يبص واللي يعرف يصبر واللي يعرف ياخد حته الذهب دي يلمعها ويقدمها لك جهز لك برده كله مش هيجي ايه في وقت انت كمان كملت الدايره وربنا وفاه فجبت واحد كمان اسطى صنايعي هيد كوتش بقى بتاع الفريق الاول برده حابب ايه حابب الجزئيه دي وحابب شايف نفسه برده شايف مصدوم من حجم برده الاسعار العاليه جدا في اللعيبه مقارنه بالوضع يعني شايف انه ممكن يبقى مقارنه حتى بدوري جنوب افريقيا الاسعار اللعيبه في مصر بتبقى لا 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 عاليه مرتفعه جدا مفيش مقارنه مش عاوزين نقول فيها لانه فيها كلام وحواديت كتير جدا فبرضه من المدربين اللي عنده ايه اللمسه برضه عيني عايز النوعيه اللعيب الهادي اللي هو يعني مش مبالغ في طلباته مش يعني لا يعني عاوز حد يشتغل كله تركيزه في الملعب حاجه عند النقطه دي هقف عندها يا استاذ محمود ونتناقش فيها شويه هل جماهير النادي الاهلي بقى عندها الوعي الكافي ان رجوع اولاد النادي المعارين بهذا الشكل وعندهم من الفنيات وقدرات الفنيه ان هم يشتغلوا مع النادي الاهلي تعوضهم شويه عن الصفقات الخارجيه يعني مش لازم تبقى صفقه لعيب ب 3 ب 4 5 مليون دولار عشان الجماهير تقتنع ده احنا جايين لعيب كويس هل ممكن الثقافه دي توصل ان خلاص مين الافضل لو انت بتعمل انفست يبقى تعمل انفست في اولادك انك بترجع اولادك هم كويس على المستوى الفني افضل من انك تجيب لاعب بقيمه كبيره جدا ودخله في الفرقه الاهلي طول عمره يعني على مدار تاريخه وسياسته النجم فيه هو الفريق مفيش نجم بعينه يعني شوف انت خد التجارب كلها لما لو الاهلي اصبح فيه لاعب هو النجم بتكون الخساره كبيره لكن انت بطولتك وتجسدت حتى مع المدربين الاجانب اللي هم ما تلقاش نجم يعني واخد تميز بتعامل معاملة خاصة لا بالعكس كله بيزوف في حاجة واحدة بس اللي هو ان الاهلي هو رقم واحد لكن انت الجزئية دي اكيد في الجمهور فاهم واعي انت بتدور على الاداء الجماعي ولا بتدور على النجم تعتمد عليه لو جه معاك وما جيش هو فين النجم اللي دلوقتي عاوزين نقول ايه بعد مثلا ما ميسي يعتزل ورونالدو والمجموعة الحالية اللي هتبطل كورة مين النجوم في العالم مين النجوم اللي طالعين اللي هيعملوا يعني ما فيش حتى لو نزلنا المستوى الثاني في النجومية او احنا بيجي لنا ايه بيجي لنا الرابع والخامس ما بيجيناش حتى الثالث على فكره لانه الثالث اسعارهم عاليه جدا مبالغ فيها بصوره انت واجبك انك انت تساند التجربه وده برضو بصب في الكلام اللي احنا يعني اتكلمنا فيه انا وانت وهروح برضو مش لازم الصفقه تبقى ما هو برضو يعني منطوق ان الاهلي جايب صفقه طب ما اللعيبه اللي راجعه دي صفقات تعتبر صفقات مش لازم موضوع الصفقه مش عملت فرق ان انا اجيب لعيب ب 3 4 مليون عملت فرق ولا ما عملتش بيلعبوا كوره كورتهم كويسه لا عاملين موسم اكتر من رائع بصراحه ايه بقى الشغل بقى والتطوير ده شغل المدرب وشغل المسانده لا ماشي عاوزين نجيب لعيب هنجيب عليه 5 7 مليون دولار طب هو فين؟ حتى لو انت جبته ممكن ما يجيش ما يتاقلمش معاك ممكن يبقى برضه ما يمشيش معاك بالصوره اللي انت ايه متوقعها والتجارب كتير على فكره في المساله واحنا سوق يعني سوق ناشئ في الكوره وبتدفع فيه مبالغ مقارنه سوق عالي جدا يعني في بذخ شديد جدا ولكن الناتج والحصيله ايه؟ في المحترفين الاجانب لما تيجي تمسك كوره وانا ما تلقى النتيجه ايه؟ ده حقيقه تلقى نتيجه قليله يعني ما عندكش مثلا يعني انا مثلا يعني مثلا ما بحبش في اماكن لازم من صالح المنتخب المصري اللي هو الاساس نتائج كل اللي احنا بنعمله ده بيصب في المنتخب المصري اللي هو الوصول للبطولات الكبرى في عناصر في تركيبه الملعب لابد ما يكونش لها تواجد يعني ايه؟ يبقى في التفكير دايما كانوا يقول لك المهاجم رقم واحد يبقى من الاهلي يبقى من الزمالك حارس المرمى المفروض كان خده فتره لما اتفتح بقى كده كان قرار كويس جدا انك انت رجعت فبي عندك ثلاث اربع حراس اهو شوف انت الفرق عندك مشكله في الدفاع بدني انك انت شوف عدد
اللاعبين الاجانب مثلا في الظروف دي ما فيش عندك المواهب والامكانيات، بس ده محتاج ايه؟ محتاج شغل اكتر، واعتقد من مدرب، مدربين، في مدرب زيك وانت عارف كده بيعرف يصنع لاعب ممكن يبقى في مكان ويحطه وغيره في مكان. اه طبعا ممكن بيتطور في الحته الفنيه، بيدور عليه شايف الحته فبيتطور ويصبر عليه، والجمهور يعني عاوز المساله ايه؟ مش هتقدر تصنع نجم الكلام ده في يوم وليله. ممكن النجم هو ابن، هو ابن النادي او اللاعب المحلي اللي هو اللي انت اخترته او عناصره. انا من رايك وانت عندي، انا عندي تصرف على ابنك وتصرف على الولد، يعني احنا هتدينا كده ندور مع بعض انا وانت يا استاذ محمود. مين، خلينا نتكلم في مصر عامه، مين لاعب افريقي مثلا محترف جه بمبلغ مثلا $1,000,000 وفي النادي اللي اشتراه عمل انفست وباع ب $10,000,000؟ لو فكرنا في الجزئيه ديت لعيبه قليله قوي، يعني يعني حتى يعني الانديه بره بتشتغل على هذا الاسلوب، انت بتجيب لعيب كويس بمبلغ كويس لكن انت عندك رؤيه ان بعد سنتين ثلاثه انا هبيعه كمان وهكسب فيه وبالتالي يبقى فيه انفستمنت، فيه فلوس داخله. لكن انا طب انا جبت لعيب مثلا ب $2,000,000 قعد معايا سنتين ثلاثه وبعته، ده يعتبر يعني برضو لو انا خدت بدل من $2,000,000 اطور كلام حضرتك، اطور بيه لعيبه عندي كلام حضرتك ماشي. انا طب لما تبص النادي زي النادي الاهلي، هو نادي الاهلي نادي بطوله ونادي جايب لعيب عشان ياخد منه سنتين ويمشي ويغيب ويدور على غيره؟ لا، نادي بطوله، نادي بطوله، نادي بطوله معاك. فمثلا ما نيجي نبص على واقع كان مثلا مع ايفونا لما قال لك جه عرض من السن ب $9,000,000 ولازم يتباع واتباع واتباع ومشي. اه تمام، واتباع وخد ومشي والناس بصت على الفلوس. هل انت بصيت بعديه على الناتج الفني للفريق؟ يعني تاثر فريق، يعني الفريق فيه تاثر حصل انك كان لعيب واعد واتقال عليه كلام رغم انه ايه؟ لما تيجي مثلا على ايفونا مثلا مع الاهلي خد فتره عشان لسه دخل بعد فتره طبيعي، فلما ظهر وبدا يبقى في خلاص وصل لمرحله جات لك لقطه انك انت تبيعه ماشي فبعته خلاص، بعت مثلا عناصر كده بدا يبقى عندك نوع من ايه بقى مساله الفلوس هنا ايه هي اللي حكمت. فلما تحكم الفلوس على فريق زي بحجم الاهلي هتبقى في خساره على المستوى الفني، لانه مهما يكن يا كابتن انت لما بتجمع عناصرك بتقعد تختار وتنتقي مجموعه عشان يصل بها الهدف بتاعك، مش الهدف انك انت تاخد بطوله. المفروض يبقى عندك بناء فريق، بناء صحيح، فريق يقعد 5 إلى 7 سنوات على الاقل. يعني انت لو جيت مسكت ورقه وقلم وبدات يعني تدرس العناصر الفترات اللي فاتت تلاقي ايه؟ من 5 لـ7 سنين فتره تالق، يعقوبها فتره تراجع سنه او سنتين، ثم يعقوبها عوده مره اخرى. لا طبعا ده الطبيعي اللي هم المفروض في الكوره. فانت المساله انت بطل وبتطبق الاحتراف ولازم بتحافظ على اسمك. الافضل في التكوين انك انت يبقى تكوينك الاساسي من هنا من 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 اولادك ومن الدوري المحلي، وتضيف العنصر اللي هو هيضيف لك. انا برافو عليك، هي دي اللي عايز اوصلها. اجيب لي لاعب اللي هو هيديني الفرق والفرق هيحليني اللي موجود كده، اللي هيحليني مشكله. اذا اللاعب اللي انا جايبه بره ما ادانيش حل وما حلليش مشكله انا مش عارف احلها، يبقى ايه؟ هو متساوي مع اللاعب اللي عندي. عندك هو ده اللي هو ده الاساس في. تمام. طيب نروح لجزئيه ثانيه، والنهارده يمكن اكيد تابعت القرعه اللي تمت في اتحاد الكوره بالنسبه للجدول الدوري المصري واعلان الجدول من خلال المؤتمر اللي حصل. تابعت ده ازاي ورؤيتك ايه بقى للقرعه نفسها ورؤيتك ايه كمان للوجو؟ يعني اخيرا بقى عندنا لوجو بمنتج اسمه الدوري المصري اللي هو ابو الهول، وتقريبا شعار ابو الهول مغمض عينيه مش عارف مغمض مغمض عينيه فعلا. يعني فيعني اخد راي حضرتك في الجزئيه دي. يعني هو دي اللوجو قدامنا اهوت، هو يعني انا شايف ان يعني لا باس بيه، شويه قريب من البريمير ليج شويه، يعني انا حتى قريت على السوشيال ميديا قريب شويه من البريمير ليج. مش هنقول قريب يعني من البريمير ليج والكلام ده، بس يعني إيه؟ في حاجات تانية برضو عندنا احلى من كده، يعني واحنا تركيز على شكل واحد يعني في حاجات ممكن تبقى احلى من كده برضو. يعني اعتقد يعني دي وجهات نظر وعلينا ان احنا نحترم، ما احنا مش بنقلل. لا هي خطوه جيده. هي في الغالب فكرة خطوه جيده كويسه، وان المفروض الكلام ده اتاخر وكان يتعمل من فتره كبيره. مزبوط. جدا مزبوط. ده شيء كويس جدا، لكن ممكن ماشي دي خطوه بعد كده ممكن يبقى في تفكير في التجويد. بالنسبه للقرعه مش مختلف عن قرعه الدوري اللي فات اللي هي مباراه مثلا بدايه مثلا مش يعني في التدرج في مباراه بالنسبه مثلا للاهلي ونهايه الاسابيع هتلاقيها قويه جدا على فكره. يعني مثلا اعتقد هو الاسبوع العاشر بالمقصه تقريبا بالاسبوع العاشر تلاقي انا ايه مواجهات، يعني المواجهه كويس ان المواجهه مع نادي الزمالك تبقى في الاسبوع الرابع. كويس. عارف انت عارف ده اللي يخفف من حده
المسائل اللي احنا عايشينها، انك تلعب الماتش في اخر الموسم، في اخر الاسبوع في الدور الاول زمان بيتعمل كده وقرعه موجهه ومش عارف ايه، وتلعب برده يعني وتلعب برده نفس الماتش في اخر لا خلاص يعني يعني الدنيا اللي حواليا يا جماعه مش هينفع نعيش في الدائره المغلقه، يعني لازم يتكسر الحاجز وانه تبقى مباراه عاديه في منافسه، في ده يكسب وده يخسر وده يقدم مباراه كويسه ونستمتع ونشوف كوره ونشوف جهد كبير بيتعمل. موسم صعب اللي هيبدا، موسم متلاحم حتى بدايته مش هتكون في البدايه، لان بقول لك 11 ديسمبر كاس السوبر هيبقى يوم 10 يوم 10 ديسمبر، يعني حتى برضه موقف يعني ايه مع كامل احترامي يعني برضو السوبر السوبر الافريقي الافريقي هيبقى يقام في مصر ان شاء الله 10 ديسمبر برضو ما اعرفش يعني ايه ليه يعني ايه 11 ديسمبر ده 10 لا 10 ديسمبر لا انا بتكلم معاه هو قالوا ان بدايه الدوري انطلاقه يوم 11 ديسمبر ما انا بكلمك يعني 10 ديسمبر مبكر يعني حتى فيها يعني كان المفروض يبقى يعني قدام شويه ممكن يكون عاوز يخلص عشان يفضي المساحه انه الدوري ينطلق عندك كمان هتبدا على طول دوري ابطال افريقيا مباريات الدور الاولى هتبقى طيب. عندك كمان تصفيات كاس العالم عندك استقبال تصفيات افريقيا مارس. عندك البطوله العربيه يعني عايز اقول لك ايه طيب هو ده كله هيوجهنا لسؤال تاني هل هنشوف دوري منتظم يعني حضرتك بتتكلم في ارتباطات صعب. دوليه بتتكلم في صعب. انت كمان في كاس عالم كاس عالم للانديه في جهد على فكره في جهد وهتبقى الاولويه للمنتخب أولوية طبعا اكيد الاولويه للمنتخب بس انت بتتكلم على مستوى الانديه ان شاء الله النادي الاهلي يكون موجود في على فكره جهد كبير جدا من رئيس لجنه المسابقات مازن مرزوق بتمنى له التوفيق يعني مهم ايه رايك في تعيين مازن مرزوق مسؤوليه صعبه جدا هيحتاج وقت كبير جدا كمان عندك هيبقى عندك اربع فرق في افريقيا اثنين دوري الابطال واثنين كونفدراليه وعندك فريق كمان هيبقى في البطوله العربيه وعندك لسه كمان كاس مصر الموسم الماضي المدارس والسوبر المحلي الجديد لسه ما اتعملش وان شاء الله كاس عالم الانديه في قطر ان شاء الله كاس عالم الانديه دورني بقى على مكان ان شاء الله وعلى الدوري لا مسألة لا على فكره لا بس كله يتنظم لا يعني لا كله يعني عايز اقول لك حاجه احنا بنقول ايه انه هتبقى صعبه عليه وصعبه على ايه على الانديه ما هو انت الانديه هنا هتبقى قوامها ايه 30 مش هو عمل 30 طيب انت المفروض بقى قوام 30 يعني وعندك موسم زي كده اعمل موسم استثنائي يعني افتح القائمه عشان تدي فرصه مثلا او حتى ممكن ال 30 كمان انت ما تنساش برضو الظروف كمان المحيطه اعتقد لا الظروف كمان المحيطه الافريقي في البطوله الافريقيه فتح يعني قال لك لغايه 40 لاعب نعم انا بقول لك ليه بقى في ظل الظروف دي كمان انت مع جائحه كورونا برضو في حاله من القلق برضو ما يعني مظبوط اذا كان الفريقين يلعبوا نهائي دوري ابطال افريقيا في حاله قلق ورعب كبير جدا من المسحه بتاعت بعد بكره بتاعت يوم الاربعاء اللي هي الفاصله والحاسمه في قائمه الفريقين تبقى في مشكله وفي حاله من الخوف خاصه لما انت تشوف النتائج والحاجات اللعيبه اللي اصيب بيها ما حدش عارف يعني مثلا فوليس اللي لعب مباراه وطلع مباراه عمل يعني كانت مفاجاه حتى للكل يعني فالمساله عاوز اقول لك ايه يعني من رايك ربنا يعين يعني ربنا يعين فعلا ربنا يعين اتحاد الكوره ها وعين اللعيبه والاجهزه الفنيه عليه يعني موسم متشابك زحمه جدا ربما تصل امور مش كل ثلاث ايام مباراه كابتن هنا على فكره ممكن المساله تبقى كمان اقل من كده في بعض الاوقات عشان تحافظ على ايه على الموسم نفسه وانتظامه وتحافظ على تواجد الفرق كمان في بطولاتها القاريه والمنتخب وتقول يا رب بص كمان من الاصابات يعني عارف انت ايه طيب ما حضرتك بتقترح من دلوقتي خليهم ستاند باي يعني ممكن يبقى تجنبا للتاجيلات وتجنبا اللي تحصل بعض الاصابات بفيروس كورونا ببعض الفرق في الدوري يقول لك انا عندي 10 مصابين ومش هقدر اروح للماتش ويبقى في جدال في النقطه دي تفتكر من الافضل من دلوقتي يتم شويه فتح القائمه تصل مثلا ل 40 لاعب ده جزء استثنائي لغايه كورونا يعني لغايه الموسم ما ينتهي شايف ده ممكن يتطبق انا مع حضرتك في بس هل هو فاتح ودلوقتي هو مش بيسمح انك انت تستعين بالناشئين بتوعك؟ انت عدد معين مش عدد معين عدد لا يعني انت اي لاعب ناشئ ممكن يلعب ممكن يكون هو في الجزئيه دي ممكن الجزئيه دي تبقى فرصه ممكن تاثر على انديه يعني هتبقى مشكله لكن هو كان المفروض يعمل ايه بدل ما هو قفلها يعني هو بدل ما قفلها مثلا في مساله الاعارات نرجع عليها ثاني فهو خلاها خمسه على الانديه طب ما كنت اديتها فرصه وسبت المساله وقلت انه ده موسم استثنائي عشان انت موسم استثنائي مش عندك انت بس موسم استثنائي عند على مستوى العالم في الظروف دي المتشابكه والمرهقه جدا على الجميع كان المفروض انت برضو يبقى عندك فكر يتحاول
تعالج الجزئيه دي في الوقت ده وتقول ان احنا بامكاننا ان احنا ممكن لسه القيد ما قفلش ها لسه القيد عند يوم نهايه الشهر 30 نوفمبر نهايه الشهر فكر في الجزئيه دي بص نظره كده واقعد وشوف تفيد الانديه وتفيد مسابقتك عشان تحافظ عليها لانه ده موسم السنه لانه عندك طموحين طموح الوصول لنهايه كاس الامم وطموح الاكبر هو العوده مره اخرى لكاس العالم 2020 فده كله بيتطلب ايه انك انت بتوفر اجواء وتحافظ على عناصرك الاساسيه لانك ممكن يجي في وقت وتقول لي اكمل الدوري مش هكمل الدوري هتلعب الدوري وهتكمل الدوري بعناصر غير الدوليين وده امر طبيعي جدا ممكن يحصل وحصلت فممكن الظروف تجبرك على حاجه انت مش عايزها امال اللعيبه دي كلها الموجوده ما خلينا نتكلم بكل امانه برضو بس محمود ممكن جدا اتحاد الكوره يقول كده بس بتيجي المشكله كمان من الانديه وخلينا نتكلم بكل امانه بنيجي على اتحاد الكوره شويه وعلى اللجنه الخماسيه شويه وعلى الجدول شويه لكن في ظروف بتسمح ما لا ايه المشكله انك تلعب مثلا كاس مصر بدون الدوليين ما في يعني ممكن جدا وارد ان للمصلحه العامه تلعب من غير دوليين ما عنديش مشكله يعني بالعكس في بعض الانديه وبعض المدربين الكبار بياخدوا ان بطولات الكاس ديت فرصه للصف الثاني وفرصه للولاد الصغيرين والنادي الاهلي كمان عنده سابقه ان هو حتى بالولاد الصغيرين بيعمل او بالصف الثاني بمعنى صح بيعمل نجاحات فليه ما يكونش فيه هذا التجاوب برضه من الانديه مش عايزين نقول كل حاجه لاتحاد الكوره يعني ما المفروض المصلحه العامه هي اللي بتفرض نفسها انا مش انا معاك بقول لك اذا لم يكن هناك تعاون احنا وصلنا مره من المرات انه مثلا وقفنا الدوري عشان فريق اتخذ منه لاعب عنده 18 سنه راح منتخب شباب قال لك مش هلعب في مواقف تتكتب ده اللي بتكلم عليه في موسوعه يعني مش ممكن يعني عارف انت لا طبعا لا المساله لا المسألة طالما لم تحكمها قوانين ولوائح واضحة هتعاني يا كابتن هاني. إذا أنت مثلا كمسؤول بتدير ما حطيتش إن الكل سواسية من القانون هيبقى عندك مشكلة، والقانون يطبع على القوي قبل الضعيف. إذا شعر الضعيف اللي هو الأقل شايف إن الكبير بيلتزم هو هيلتزم من غير أنت بتروح له. لكن ما دام المسألة فيها عدي عشان خاطر عدي عشان خلاص مش لنصالح الحال على الجميع، فأنا عاوز أقول لك إن هو لازم الاتحاد الكورة يكون صريح في المسألة. يعني نقول إن اضطرتنا الأمور في ظروف وقت من الأوقات ان احنا ممكن نلجا المنتخب وكاس عالم والتصفيات او افريقيا او كذا او دوره الاولمبيه يا جماعه هنكمل من غير كذا يعني عاوز اقول لك بحط نقاط وببلغ وبعرف سيستمي واضح للجميع انه ده موسم استثنائي موسم كلنا لازم نتعاون فيه مع بعض ما فيش فيه لا فايز ولا لا احنا عاوزين نبقى موجودين في الصوره انا عندي طموح ان نعمل ميداليه في طوكيو انا عندي هدف ان انا اروح كاس العالم انا عندي هدف ان انا ابقى موجود في الكاميرون مش كاداء مشرف لا انا عاوز ارجع للبطوله لان انا غايب على النهارده داخل في 10 سنين لا وصلت مثلا في 2017 ولما حالفني توفيق لكن انا عندي هدف ان انا ارجع تاني كل الناس بتتكلم على منتخب الجزائر واللي عامله انه خلاص هيحطم الرقم اللي عمله منتخب لا يعني برضو انت في الساحه المنتخب بتاعك هو ده فترينة العرض اللي الناس بتبص على الكوره بتاعتك وصلت لغايه فين من خلال منتخبك مش الانديه بس ده صحيح يعني طبعا هو ده الكلام فاعتقد ان المفروض الاتحاد الكوره يبقى حاطط في حساباته كل هذه الامور ولا يبقى هو مش مدرك خطوره الامر لان الامور ما حدش عارف ايه اللي هيحصل بكره او بعد ثانيه او بعد دقيقه فالامر لازم يبقى مدروس بكل بشكل كامل بشكل كامل حتى ان طوارئ حدث لا احنا عندنا وضع بلان بي موجود صح بلان اهو واحد لو عمل كذا اثنين لو عمل كذا غير كده الامور مش ان شاء الله نتمنى يكون دوري منتظم بقدر الامكان استقبلت حاله احمد للقاء في لمده 4 سنين او 5 سنين في الاتحاد الافريقي ازاي؟ احنا منتظرين يا اخي القرار كنت مستني انت القرار ده منتظرين على فكره يعني يمكن اتعمل عنه اكثر من تقرير يعني في الفتره اللي فاتت والامور وضحت يعني يمكن يعني حتى لما تفاجئ الامر في بدايه الموضوع وحصل بعد يعني المهندس عمرو فهمي رحمه الله عليه لما هو قدم برضو الموضوع ده والناس ما صدقتش الامر بالصوره الكامله لكن لا يعني الاتحاد الافريقي لا بيعاني على الصعيد الاداري بشكل او باخر وهناك صراعات داخليه ومحتاج فعلا وقفه وكده بدات الصوره واضحه انه حتى في الانتخابات اللي جايه لتقام في المغرب وضحت الملامح رايحه فين هتبقى يعني هتبقى صراع يعني ثلاثي اعتقد دلوقتي اعتقد ثلاثي يعني يتقدموا اللي هو رئيس نادي صن داونز متسبي اعتقد انه عنده فرصه كبيره جدا رغم انه في مرشح من عربي من بريطانيا اعتقد ما اعرفش موقف طارق بشماوي عامل ايه في لا طارق مش مرشح مش موجود مش مرشح لانه الاتحاد التونسي برضه ما رضيش يجمعه في مرشح تاني اعتقد من نيجيريا
في الـ في الـ في الـ في الانتخابات اللي تقام في المغرب. يعني كل التخطيط وكل النقل اللي تم كابتن هاني من إقامة الجمعية العمومية في مارس من موريتانيا إلى المغرب بهدف مساندة أحمد، المسألة كلها إيه؟ طبعاً التربطة كلها كده إيه؟ الاتحاد الدولي يعني زي ما تقول فركش الليلة خلاص. اللي برضه زي ما أنا قلت لك هنا اللي هيكون قريب من رئيس الاتحاد الدولي فينتينيو هيبقى هو الأقرب للمسألة. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في محنة، في أزمة، محتاج كثير من الشغل، محتاج كثير من العمل. واضح الفترة اللي فاتت أحمد عمل لنا إيه، شفنا عدد الموظفين المصريين اللي مشوا من الاتحاد عاملين إيه، محدش خد باله من الكلام ده. فأعتقد أنه قرار النهاردة كان قرار متوقع رغم أنه قرار يعني قوي جداً. لسه الأيام اللي جاية هيبقى فيه كلام، هيبقى فيه ردود أفعال حوالين قرار مدونة الأخلاق اللي صدرت بحق خمس سنوات وغرامة كبيرة وقرار كمان للي جاي. يعني خلينا كمان في فترات طويلة كان الناس بتتكلم، والله يرحمه عمرو فهمي كان بيتكلم بشكل مباشر إن في فساد داخل الاتحاد الأفريقي بشكل أو بآخر. يمكن هذا القرار يعدل المسار شوية حد كبير ويكون رادع حتى للناس اللي جايه بعد كده. انت عارف طبعا عمليه الماركتنج والفلوس الكتيره جدا، ويعني الاتحاد الافريقي كمان من الاتحادات القويه اللي عندها فلوس كتير وعندها مبالغ كتيره التسويق، وعنده يعني عنده مجال شويه مفتوح لعمليه الفساد الاداري والمالي. لكن اعتقد قرار دوت كان قرار في وقته، واعتقد كان قرار حكيم لانه طلع في وقت خلاص قبل الانتخابات بحوالي بتتكلم اربع خمس شهور، وبالتالي كمان هيبقى اللي جاي خايف بقى. يعني اللي جاي كمان بقول لحضرتك حتى انت شفت لما حصل تم احتجازه في فرنسا والتحقيقات والكلام اللي حصل كله كان رساله وقرار الاتحاد الدولي بتكليف فاطمه سموره بالاشراف على الاتحاد لمده ست شهور. كان ده كله على ما يبدو مقدمات للي بيحصل دلوقتي، للي بيحصل، وان كل الاوراق اتاخدت وتم دراستها وبحثها، وكانت المفاجاه انه ايه تم توجيه القرار في وقت قاتل بالنسبه له. لكن هنشوف المساله في الايام الجايه هيبقى شكلها عامل ايه، لان الموضوع ما يعني مش عاوز اقول ما انتهاش، لا الموضوع لسه في كلام. وانك انت كمان لابد مثلا من يعني الاتحادات العربيه في الانتخابات المقبله بقى لازم يكون لها راي، لازم يبقى لها موقف. الامور ما ينفعش يعني انا كنت اتمنى يبقى في مرشح، يعني طبعا ما اعرفش الموقف بتاع المرشح الموريتاني هبقى عامل ايه، لكن بتمنى يكون في شخصيه عربيه مرشحه فيه ده فرصه. طبعا الموضوع بيبقى صعب لكن كان يحتاج انت زي ما قلت فينتينو مايل شويه للبشره السمراء شويه والافريقيا يعني. لا لا يعني طبعا يعني زي ما تقول انت ايه ده ورث ويتوارث يعني بصوره او باخرى. يعني محتاج انك انت تفكر انك انت مستقبلا يبقى لك دور اكبر من كده. يعني ايه احنا شعرنا في الفتره مع احمد انه بدانا نشعر وكان المقر ليس فين؟ ليس في القاهره، المقر كازابلانكا. في كازابلانكا ده امر ماشي ما فيش اختلاف عليه، لكن الامور ليس لا تدار بهذه الدرجه، مش بالامور. يعني احنا من اسسنا الاتحاد واحنا مش عاوز اقول علمنا افريقيا الكوره والكلام الكبير ده اللي احنا بنقوله، لكن احنا نستحق اكتر من كده. يعني حتى منصب السكرتير العام اللي كان يعني بيقول في العرف انه بيبقى مصري تم استبعاد بعد عمرو فهمي، تم استبعاد عديد من الموظفين المهمين تم استبعادهم في ظل صمت غريب جدا وعدم الحديث والقدره عن الكلام ده. فالامور اعتقد انه المفروض يبقى في اختيار موفق يعني للرئيس قادم، وانه اللوب العربي في الاتحاد الافريقي المفروض يبقى له دور اقوى من كده، يبقى في موجود في كثير من الملفات المهمه اللي محتاجه انها تبقى واضحه. وعندنا شخصيات عربيه على مستوى عالي الموجودين طبعًا. يعني واخيرا من الكاف وعمليه انه يمكن امبارح او اول امبارح خلاص الكاف قال ما عندوش اي مانع من الحضور الجماهيري ما بين 5000 ل 10000 متفرج في المباراه النهائيه، وتوقف الامر على الموافقة الأمنية في مصر. شايف الملف ده ازاي، وهل تتوقع حضور جماهيري في المباراة النهائية ولا لا؟ تتوقع غير تأمل تتوقع غير تأمل لا بس يعني كلنا نأمل علي. طب تتوقع لا في ظل الكلام ده يعني الحضور الجماهير هيديلك شكل للنهائي ان حقيقة. الأمور كويسة جدا والامور مستقره وحضور هيبقى فيه شكل في الملعب ده للعيبه حتى للعيبه حتى يعني الصوت جوه الملعب الكلام هيختلف. والتسريبات اللي بتقول 5000 رغم ان الوقت ضيق طبعا. هو الامر قال لك هتحسم يوم الاربعاء،
فطب لكن هو الاتحاد الافريقي قال الكلام ده، لكن هنا لابد في هنا في مصر بيتم دراسه الامر برضه يعني صحيح. عشان بالحكومه حاجات كتير، وانت شايف الاجواء اللي بيحاول في كثير من الناس الغير مسؤوله المفروض تحاسب. الناس بتطلع على التلفزيونات وتقول كلام وتشعل بيه الغضب بين الجماهير، المفروض الناس دي تجاب تتحاسب. يعني لا يترك مسؤول او يطلع من يدعي ان هو مثقف وبتاعه فاهم يطلع يقول كلام في وقت غير لا غير صحي، يعني وقت غير صحي على المره. المفروض كل الكلام ولا للتعصب، لا للتعصب تجي انت تشعلها وتقول كلمتين وتمشي، لا المفروض الناس دي تتجاب. يبقى برضو المجلس الاعلى الاعلام يبقى له دور اقوى من كده، ويجيب الناس دي يكلمها ويجيب الناس اللي خرجت على هو. المفروض الوضع غير كده يا جماعه، دي مباراه بين فرقتين، هنعمل ايه في بعض اكتر من كده؟ يعني الناس كلها متابعانا وبتتفرج علينا وعاوزين يشوفوا المستوى الفني لكره القدم وصل لغايه ايه. هو ده الهدف، مين اللي يكسب مين اللي يخسر دي حاجة مش بتاعتي ولا بتاعتك، ده توفيق لعيبة قبل كده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. واللي خد الاهلي يكسب والزمالك يتمنى الزمالك تكسب، ده شيء طبيعي، لكن طبيعي الصورة هتوصل ازاي؟ لكن مش عاوزين نحولها ان احنا نخسر بعض، يعني كل بيت فيه اهلاوي وفيه زملكاوي، المسألة ابسط من كده. وعاوزين نقول لو رجعنا بتاني عمرنا ما شفنا الاجواء دي، اجواء غريبة علينا، مش عمرنا ما شفناها في تبادل كل يوم خبر. يعني انا بستغرب كمان كل يوم خبر والخبر وراه خبر وتعليقات واخبار مغلوطه. الاتحاد الافريقي مثلا يقول لك الاتحاد الافريقي على الاهلي على وشك انفجار وفي مشكله في الاهلي، والاتحاد الافريقي فاضي للكلام ده، وموقع تاني يقول لك اصل احتماليات زياده اعداد اصابات النادي الاهلي كبيره. يعني مين اللي قال لحضرتك ان ده خلاص تحول هنا كابتن هاني؟ يعني ايه اللي جايب المعلومه دي منين وجايبها ازاي؟ يعني كابتن هاني في جزئيه هنا تحولت، انه الغالبيه او البعض تحول الى مشجعين. عندما يتحول الصحفي الى مشجع هنا مناط الخطوره، لما تحول الى مشجع وهو بيكتب حاجه خلاص بيكتب بعد انتمائه بس، هو يعني مثلا ان هو يسيء لفريق اخر كده الامر فيه مناط الخطوره، مسؤول هو عن الكلام ده ومسؤول عن اللي هو بيراسه فوق ان هو بيمشي حاجه زي كده بيعمل بيها مشكله. لكن اللي انا بقول انه احنا المفروض كل البرامج غالبيتها تطلع تتكلم على ازاي نطلع المباراه بشكل مهم جدا. ده يعني حقيقي. وزير الرياضه مثلا الراجل يعني مشكورا مش مخلي يعني. مكان بيروح فيه بيتكلم بيحاول يعمل شكل ان هو يطلع يفك اللي احنا شايفينه ده، ان احنا نشوف مباراه. طب مش هي اللعيبه دي كانت مع بعض اول امبارح في المنتخب؟ يعني هنجيب لعيبه ثاني من بره؟ طب مش المفروض ان نحافظ مش في اللعيبه واحد يكتب بوست ويقول لك لا لازم مش تعمل مشكله مش في اللعيبه، هو حتى اللي بيكتب ما بيكتبش فيه مشكله مع اللعيبه ولا بتاعه، هو كل الناس بتكتب يعني المشجعين النادي الاهلي ومنتمي لنادي الزمالك اللي بيكتب بيحاول بلغتنا يعني بيسخن ده على ده ويسخن ده لمصلحه مين؟ ما طبيعي جدا اي اهلاوي يتمنى النادي الاهلي يكسب طبعا، واي زملكاوي يتمنى الزمالك. ازاي بقى احنا نوصل ان المباراه التاريخيه دي اللي في مصر المكسب هو جوه مصر، مصر هي كسبانه اولا واخيرا، ازاي توصل بالصوره؟ عارف توصل ازاي؟ لما انت تكتشف ان رايحين يعملوا لا للتعصب، هم اصلا متعصبين. ايوه في ناس من اللي هم اشعروا انا اتفاجئت بيهم ان هم بيديروا كلام، يعني هم من يعني من الناس اللي جوه يعني ايه لا للتعصب، هم يعني هم موجودين. يعني حاجه برضو منطق غريب، يعني لا يعني لا للتعصب يبقى تقفل اللي بيخرج عن النص، يعني ايه تقولوا لا ما ينفعش ستوب علامه حمراء كده ناس خلاص كده، انت عايز توصلنا لغايه فين يعني؟ يا جماعه يعني ده ماتش كوره، في حاجات تانية اهم من كده. يعني الناس على ما يبدو انه مركزه في الكوره وكانه ده نهايه العالم. يا جماعه دي كوره، ده منتخب المانيا اتغلب 6 ما شفناش يعني ايه اللي حصل يعني الدنيا يعني اتغلب 6 مش اتغلب 1، منتخب المانيا اللي مكسر الدنيا. الدنيا هنا ولعت والدنيا ولعت الدنيا. انا عاوز اقول لك ايه، فانا عاوز اقول ايه، ان احنا نفسنا الفرقتين ان هم ينزلوا مع بعض ونلعب مباراه كوره، الافضل يفوز. لكن مساله ان احنا شحن كده وحاله كل مجموعه عاملين مع بعض وكانه الدنيا خلاص ما خلي بالك الاجواء دي برضو يا استاذ محمود، يعني انا لو انا مسؤول في الدوله وشايف هذه الاجواء والناس بتفكر ان احنا عدد شويه من الجماهير تكون موجوده او بدايه موسم مع عدد قليل، فانا كمان اكيد حقلق، لان انا يعني انا كمسؤول شايف الاجواء ديت متوتره ازاي، وشايف قد ايه العصبيه وقد ايه التعصب. فانا كمان يبقى سهل قوي ان القرار لا مفيش جماهير. ايوه طبعا، فهو كمان الناس دي بتساعد ان الجماهير ما ترجعش. بس كابتن كلنا عارفين مين اللي عمل الجو ده. مين؟ طيب قول لي. ما تقول لي انا ما اعرفش. طب قول لي. طيب كلنا عارفين الجو جاي من فين، كلنا عارفين مين اللي بيحاول يقلل من طرف لاخر،
يعني ايه المساله لا واضحه بس احنا بنهرب من الحقيقه. لا خلاص ما فيش هروب من يعني الحقيقه يعني الامور بدات تتضح والامور في طريقها يعني الامور في طريقها صحيحه يعني ومتحدده وشكلها دي. بعيدا عن الوضع اللي احنا فيه ده والنادي الاهلي طبعا النهارده عنده بكره تاني يوم الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه تنتهي بكره اليوم الثاني. النهارده حضور ال 50% واحد بكره حضور 5000 وبتاع. طبعا جمعيه عموميه النادي الاهلي المفروض يعني لو اكتملت بكره هيناقش ما اكتملش هيتم مجلس اداره هو يعني يعتمد الحساب الاجتماعي ويوجه الميزانيه بتاعته لاكبر ميزانيه في تاريخه. في شغل معمول ما شاء الله من رغم الظروف دي كلها. طيب يمكن في جهد كبير عامله الاستاذ طارق ادير مجلس الاداره اللي هو تولى اعداد الكتيب كبير جدا في مقدمه اكثر من رائعه حملت كل اللي اتعمل في الفتره اللي فاتت. في حاجات كويسه يتكلم يعني ايه تقدر تقول انه ايه في برضه مجلس الاداره ماشي في خطى ثابته على جانب تاني مهم اللي هو استكمال الانشاءات. يعني صح. مثلا ممكن الناس تشوف انه الاهلي لما عمل الاسوار الجديده بتاعته ده موضوع عادي. لا يا جماعه ده موضوع في غايه الاهميه. ده انا مش عاوز اقول لكم ان اعضاء في النادي الاهلي كانوا بيشتكوا ازاي من الاسوار اللي كانت عامله ايه في مدينه نصر او في الجزيره او حتى في الشيخ زايد. في انشاء البوابات الكلام ده دي خطوه على تطوير على حاجات تانية. فلوس يا استاذ محمود انت السور ده كان سور فاضي ومهجور انت دلوقتي بتعمل يعني انت عملت فلوس عليه بتجيب فلوس عملت عليه برضه فكره برضه اتعملت ودرست بشكل كويس طبعا. فجمعيه عموميه من حق اعضاء النادي يقولوا رايهم ويشوفوا ايه السلبيات وايه الايجابيات ويناقشوها لانه ده حقهم على مجلس الاداره وان مجلس الاداره بيستمع وبيدون كل الحاجات دي بيحطها وبيحاول يعدل ويطور للافضل في الجمعيه العموميه اللي جايه اللي هتبقى فيها للانتخابات. لكن في شغل على المستوى اتعمل في الفتره اللي فاتت على مستوى الميزانيه حاجات كمان كويسه جدا مستوى الميزانيه كمان طبعا مستوى الميزانيه. فانا عاوز اقول انه برضه دي من الحاجات اللي ايه الايجابيه اللي انت ممكن تقدر برضو تبص اليها. ما فيش حد كتير قوي بيتكلم عليها لكن برضو لابد ما تبخسش جهد الناس اللي بتشتغل داخل بزبط. النادي من رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره بكامل كل واحد بيأدي دوره. دي خطوات مهمه تشار الى مجلس اداره الاهلي في المستقبل ان شاء الله. طبيعي طبعا ودايما انت عارف دايما نجاحات مجالس الاداره بتبقى مرتبطه بشكل كبير شويه بنجاحات فريق كره القدم يعني دي مرتبطه بشكل كبير. واعتقد لغايه دلوقتي ان شاء الله ربنا بس يكرمنا ان شاء الله في المباراه النهائيه وحتى على مستوى كره القدم اعتقد في نجاحات لمجلس الاداره من ابرزها طبعا قدوم موسيماني في وقت اكتر من رائع حصولنا على الدوري بفترات طويلة وجودنا في قبل النهائي في الكاس وجودنا في النهائي الأفريقي. فكل ديت أعتقد برضو خطوات ناجحة لمجلس إدارة لكن تتوج بقى إن شاء الله تتوج يعني باللقب وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني كل التوفيق يعني حليف الفريق. وإنه المسألة خلاص يعني الكلام محتاج إنك أنت تؤدي اللي عليك. صحيح. التوفيق عدم التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى إنك أنت بتخلص وبتبذل مجهود كبير جدا في الملعب تركيزك في المباراة فقط تشوف عيوبك فين تصلحها تشوف قوتك فين تعملها احترام المنافس بالصورة المطلوبة تقديم واجب الالتزام التام كل دي من الخطوات. واعتقد انه كان قرار كويس جدا مهم جدا انك تاخد الفرقه وتبعد عن الاجواء ده خالص مع يعني محدش يعرف هتكلم هتكلم عن المغاره دي مع حضرتك بس نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ محمود صبري. رجعنا مع حضراتكم وحوار مميز مع المتميز الناقد الكبير الاستاذ محمود صبري نتكلم عن المغاره. فرقتنا دخلت المغاره من يومين. رايك ايه في موضوع طبعا اكيد يعني دخول المعسكر بدري وخلال الاربع ايام ده كان شيء ايجابي لحاجات كتيره قوي يعني استعدادا للمباراه بشكل افضل. طبعا انت عارف كمان اجواء الاصابه بكورونا. شايف المعسكر ازاي ومن خلال متابعتك المعسكر ماشي ازاي يعني نطمن الناس يعني. لا ابدا هو طبعا معسكر بمعنى كلمه معسكر يعني في امن وفي ناس واقفه ومكان مخصص ممنوع حد يقرب يعني حتى اعلام النادي نفسه يعني مفيش حد ما فيش حد ممنوع حد صحيح من هناك لانه انت يعني اكيد في فكر موسيماني هو البحث عن مزيد من التركيز صحيح لانه عارف هو اهميه الحدث حدث كبير مباراه بين فرقتين كبار اكيد هتفرق فيها وتفاصيل هتبقى التفاصيل الصغيره صحيح هتحسمها بشكل او باخر. التفاصيل الصغيره دي ما نعرفهاش يعني لكن هي بتبقى لقطات ما بين مدرب والتزام لعيبه
مظبوط، وتركيز في المباراه ومعايشتها وانت هدفك واضح، ولا نازل خايف ولا نازل عندك ثقه ولا انت عايز ايه من المباراه؟ خلاص قصاد الكاس والوصول ليه 90 دقيقه. الفريق الاكثر تركيزا وهدوءا واستفاده من الفرص هو اللي هياخد اللقب ان شاء الله. يكون فرقتنا هي هي الموفقه باذن الله. بس عايز ارجع معاك لنقطه الجمعيه العموميه تاني، ويعني الشكل الرائع على الصعيد التطور والانشاء داخل النادي الاهلي في جميع الفروع، وكمان الفرع التجمع الخامس. وبرضه انت قلت لي معلومه واحب ان اقولها للساده المشاهدين، ان قيمه الفاليو بتاع فريق النادي الاهلي فريق الكوره بس عدى المليار جنيه بعد عوده المعارين والقيمه التسويقيه، ده شيء اكتر من رائع يعني. لا طبعا انشاء البدء التفكير في انشاء الفرع الرابع ده حدث في غايه الاهميه. ده يعني ممكن النادي الاهلي كده يدخل في سكه تانية على مستوى القيمه التسويقيه كبيره جدا، مش هنا في مصر، لا ده بره على المستوى الشخصي وفي العالم كمان. انه اعتقد صعب جدا تغيير الخطه المستقبليه في انشاء فروع في المحافظات، كل ده يعني بيحط بيزيد من قيمه النادي وشعبيته والكلام ده. لكن انا اللي عجبني في كمان في الجهد، احنا زي ما قلت حضرتك هي فعلا قيمه السوقيه مليار جنيه، عجبني كلمتين ثلاثه اتقالوا في مقدمه الكتاب وانا عاوز احيي عليهم طارق قنديل. هو عمل في الفتره اللي فاتت، يمكن ما حدش بيحس وبيشعر بالكلام ده، لكن في جهد وفي عمل أكيد بالكلام ده. يمكن الكلمتين دول عاوز اقولهم انه تمضي السنوات عامه بعدها وتبقى ثوابت النادي الاهلي وقيمه وتقاليده اللي هي مضايقه يعني ناس كتير الجزئيه دي، وتقاليده راسخه على مر العصور، الوطنيه عنوانا والانتصارات طريقه والبطولات اولويته واهدافه. حرص المجلس دار على كل الحصه الحفاظ على هويه النادي، ودي نقطة في غاية هوية النادي في ظل ما واجهه من أحداث دخيلة على المجتمع الرياضي، أرادت لنادي نفقد هويته وثوابته وقيمه الأصيلة، وظل وسيظل النادي شامخا بقيمه ومبادئه ملتزما بالقوانين والمواثيق الرياضية. هذا هو النادي الأهلي. أنا شايف إن هم في الثلاث أربع سطور. احكي عن النادي الأهلي زي ما أنت عايز. ما عاوز تنال من النادي الأهلي، لن تنال من النادي الأهلي. ده حاجة كيان اتبنى، مش اتبنى في يومين، ده اتبنى في سنين واتبنى بالعرق والجهد، وده أحد الثوابت المجتمع المصري والدوله المصريه، وهي الانديه الكبيره كده. الكلام ده بالنسبه للنادي الاهلي، بالنسبه لنادي الزمالك، صحيح، بالنسبه للنادي الاسماعيلي، بالنسبه للنادي المصري. لا يستطيع ولا يجب ان يقلل احد من الاخر بشكل، مش ده الهدف. الرياضه اسمى وارقى من كده. الرياضه تنافس شريف في الملعب في الصاله، تنتهي بنهايه صفاره الحكم، خلاص خاسر وفائز. لكن المساله ان احنا ندخل، ودي مش رياضه، وده مش جو صحي على الاطلاق، وده مش ده المفروض نبقى احنا كده. احنا مش كده، احنا احسن من كده، واخلاقنا احسن من كده، ورياضتنا احسن من كده، ممكن نبقى في مكان افضل من كده. فانا عاوز احيي عضو مجلس اداره الاهلي على الكلام ده، وبقول ان النادي الاهلي يعني لسه المشوار طويل، تستحق تكون في مكانه افضل من كده، وتستحق انه ابنك يعرفوا قيمتك اكتر من كده، وانه قيمتك دي مش بتكون بس بالبطولات، بما بتقدمه من رسائل هادفة، سواء في الملعب، سواء رسائل اجتماعية ودي الأهم، سواء رسائل بالنسبة لوطنك، وتقدم أبطال مهمين جدا. أعتقد هو ده النادي. طبعا أنا أتفق معك تماما. الجزئية اللي اتكلمت فيها اختصار لتاريخ كبير، تاريخ النادي الأهلي، ويمكن اللي يعني وقفني في المقدمة الجميلة ديت، إن النقطة اللي قالها اللي بيحاول واللي بيستهدف النادي الاهلي، اعتقد ملوش اي دور وملوش اي يعني يقدر يعمل حاجه بمعنى اصح. والجزء الثاني، ويمكن قالها الكابتن محمود الخطيب، ان النادي الاهلي دايما اشتغل عشان بتبني، لانك مؤسسه كبيره، طب ما تشتغل زينا يعني. كان الكلام على انت عارف، طب اشتغل زينا يعني عشان كلمتين يعني مش هتكمل. ده تمام. وبس انت بتتكلم كمان على مؤسسات كبيره، بنتكلم على كيانات كبيره، منها طبعا كيان نادي الزمالك، بنتكلم على كيانات كبيره، الترسانه عندنا، الاسماعيلي عندنا، الاتحاد عندنا، نفس يعني وجبه. فكل ده شرف شيء اساسي، لكن لا يصل المساله لمرحله ان يخرج البعض ليقلل بهذه الصوره. بقول له انت خاسر ولن تكسب ابدا، والخساره كبيره جدا على المستوى الاخلاقي. اذا كانت الاخلاق مش مهمه بالنسبه لك فيبقى العيب فيك، لكن المساله انه
احنا عاوزين نصل بالمرحله الدوله كلها بتتم في مرحله بناء بقياده السيد الرئيس، في عمل جهد كبير، في تطوير على صعيد الرياضي، في اهتمام بالاحداث الرياضيه كبير جدا. لما وزير الرياضه راح يستقبل المنتخب في مباراه شيء عاديه، ده دليل على اهتمام الدوله، ده دليل ان هو عاوز يرفع الروح المعنويه وبيقدم برضه. فانا عاوز اقول ايه، كل الناتج من هذه الكيانات الرياضيه هو صالح صالح مصر. في الاسم مصر بيبقى فين؟ لما النهائي النهارده يبقى بين فرقتين كبار، ده شوف ان العالم كله هيتكلم في خلال اليومين الثلاثه الجايين دول، مش افريقيا بس، بتروج وبتدي حدث مهم جدا طبعا. فليه ما نخليش الحدث في اطاره، نخليه تنافس رياضي في الملعب، وخارج الملعب احنا اخوه وانتهت المساله. الناس تهزر مع بعض، لكن لا يصل مساله الاقتتال على صفحات السوشيال ميديا والسب واللعن بهذه الصوره. صحيح، انت بتخسر، يعني بتخسر كتير من نفسك من اللي انت بتقدمه، وصورتنا بره بقت وحشه قوي، لان خلاص انت العالم بقى مفتوح بالنسبه لك، والناس بتتفرج عليك وبتشوف اللي بيخش يشوف كومنتات لعيب مثلا جماهير الزمالك للاهلي وجماهير الاهلي للزمالك، الناس من بره بتشوف الصوره ديت وبتقول هي دي الكوره في مصر، وما بين قطبي كبير زي النادي الاهلي ونادي الزمالك. فالسوشيال ميديا، ومش هتكلم على كلها لكن جزء كبير منها، حتى بين الصوره سيئه للنادي الاهلي ونادي الزمالك والمصر، لاننا بنتكلم على زي ما حضرتك بتقول ده يوم تاريخي لمصر. انت بتتكلم مصر دلوقتي هتنظم هذا النهائي، مصر هتنظم السوبر الافريقي، بلدنا السنه الجايه فيها كاس عالم لكره اليد للكبار، يعني بتتكلم على بطولات كبيره جدا، وفي بطولات عالميه جايه. كون بقى على قدر ايه؟ قدر المسؤوليه، ما فيش شك لازم تكون على قدر الحدث. يعني انت دلوقتي اول ما الجهاز الفني المنتخب يختار مجموعه، تطلع لك بقى مجموعه ما خدش فلان عشان خاطر اعلان، هنرجع بقى المنتخب بلاد هنشوف القائمه اللي اتخذ، ده خد مجموعه من هنا اكبر من مجموعه من اللي هنا. ايه الكلام ده؟ ايه التفكير يعني ايه تفكير المشجع يعني ده مش تفكير مشجعين كمان، ده في مشجعين عاقلين، ده في مشجعين فاهمين اكتر من الناس يعني دارسه وفاهمه، ممكن يقول لك كلام انت ما تتوقعهوش. يعني من خضر الواحد كنا دايما يعني في البدايه بنروح نقعد في مدرج الدرجه الثالثه لما نتابع التدريبات، كنت انا بغطي النادي الاهلي كنت بحضر التدريبات من مدرج الدرجه الثالثه، وبطلع شغل في فتره العصر الذهبي للصحافه من خلال الحوارات اللي بتدور بين الجمهور بين الجماهير، بتاخد طبعا من الكلام وطلع عناوين وشوف هم بيقولوا على اللاعب الفلاني، يعني ممكن تاخد عنوان من تاخد عنوان من جوه المدرج طبعا. لا في لا دلوقتي لو عملت كده هتخش السجن. لكن دلوقتي الوضع ايه؟ الوضع بقى يعني طبعا وضع ما عادش الامور زي كده الاول، مش موجود، الجو اختلف خالص، والدنيا اتطورت وخلاص في ظل يعني ايه يعني فتره كانت هنا حاجه، ودلوقتي احنا في ايه؟ في حاجه ثانيه، كله بيجيب اخباره من بره، نفسي اعرف الاخبار بيكتبوها من جوه ازاي؟ يعني الناس اللي بتضرب اخبار الغالبيه هي قال لهم عاوزين خمس ست اخبار، يلا خلاص يعني حط في اللذيذ كده ماشي؟ خلاص يلا عشان تمشي حالك، لكن الدنيا اتغيرت، لكن مسألة محتاجه صحوه على المستوى صحوه على مستوى ايه؟ على مستوى انه اديني شاشه وانا اغير لك. انت مش غيرت العالم، انت ممكن تولع العالم، مش تغيره، انت غيرته للاسوء. من يخرج على الشاشه دي لابد يكون الخروج بحساب، ده من مصلحه الوطن مش من مصلحه اي حد. ما احنا ممكن نبطل كوره ورياضه، لكن الهدف انك انت بتطلع الناس صنعت فيها حاله من الكراهيه غير مرغوب فيها يا كابتن هاني، مش جال اللي طلع الاولاد الصغيرين طبعا دول. في تاثير وهتظهر نتائجه في الفتره اللي فاتت بشكل اذا لم يتم التدخل بشكل اخر لتعديل هذا المسار. نتمنى ان شاء الله ربنا يسترها، والاجيال اللي جايه بقى تتعلم في الاطار الصحيح، ونتمنى اولا واخيرا ان شاء الله باذن الله التوفيق لفرقتنا ان شاء الله يوم 27، وتخرج المباراه زي ما انت بتقول تليق باسم مصر اولا، لان مصر هي الفائز اولا واخيرا، وتكون يعني على قدر مصر اللقب. احنا 15 لقب بالظبط، يعني متصدرين المجد، ده حقيقي. فنقدم بقى حاجه حلوه بقى، والفائز ياخد بيد الخاسر، والخاسر يهني الفائز، تبقى حاجه شكل كده راقي، بدل ما احنا بنقعد نتفرج على الدوريات الاوروبيه ونمصمص مش عارف ايه. عندك حق، يا سلام على الناس، عاوزين احنا نبقى كده، يبقى كده في انضباط كده وحاجه محترمه تليق، ونقول رساله لا احنا فعلا نستحق ان احنا نكون رقم واحد في افريقيا ان شاء الله باذن الله. استاذ محمود بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا، اديتني الفرصه، ربنا يخليك لحوار شيق ويعني مميز كالعاده يعني، شكرا جزيلا.